بكم لهذا اليوم الأحد 28 من جماد الآخرة لعام 1400 جماد الأولى عفوا لعام 1440 هجرية الموافق 3 فبراير لعام 2019 والرابع والناس من الآن وحتى الساعة 1 بعد الظهر إن شاء الله. نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج 600-55-16-10 ومن خلال رسائل النصية القصيرة على 7009 ونرحب بكل مشاركاتكم ويا هلا وسهلا فيكم. هني أخذكم ياسمين صبح عليكم بالخير. صباح الخير ياسمين، كيف أصبحتي؟ يا هلا وسهلا فيك. أيضا أخوكم خليفة العنزي، صباح الخير يا خليفة، كيف أصبحت؟ حياك الله، يا هلا وسهلا فيك. نتواصل معكم مستمعينا وأخبارنا المحلية، ودار زايد بقيادة خليفة تستقبل البابا فرانسيس اليوم. محمد براشد، زيارة البابا تعزز قيم التسامح والتلاقي الحضاري. محمد بن زايد يلتقي بابا الكنيسة الكاثوليكية في قصر الرئاسة. رحب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات التي تسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاقي الحضاري بوصفها مبادئ وأسسا راسخة قامت عليها دولتنا الفتية أرض المحبة والأمان والوئام والانفتاح. وأضاف سموه أن الإمارات تستقبل يوم البابا فرانسيس في وقت نحن أحوج ما يمكن فيه إلى أن نلتقي حول قيم إنسانية مشتركة ومد جسور أخاء وصداقة وإطفاء نيران الحقد والكراهية والتميز الديني والعرقي. وتابع سموه أتوجه بالشكر لأخي وفريق دربي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعوته قداسة البابا للإمارات للمشاركة في منتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية بما يعكس مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والحوار بين الأديان، وهي مكانة ليست وليدة اليوم أو البارحة بل زرعت بذورها وتجذرت في تربة الوطن على يد الأب المؤسس المقبول له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ويحرص على تكريسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه، وسيقام حفل ترحيب رسمي لقداسة البابا بعد وصوله اليوم في قصر الرئاسة يعقبه لقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويعقد قداسته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف وأعضاء مجلس حكماء المسلمين لقاء خاصا في جامع الشيخ زايد الكبير، ثم ينتقل قداسته للمشاركة في لقاء الأخوة أو الأخوة الإنساني بصرح زايد المؤسس حيث سيلقي كلمة خاصة بالمناسبة. وخلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام يزور البابا فرانسيس كدرائية أبوظبي ويقيم في مدينة زايد الرياضية قداسا، يتوقع أن يحضره أكثر من 135,000 شخص. نستمع إلى كلمة البابا بمناسبة زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، يا شعب الإمارات العربية المتحدة الحبيب، السلام عليكم. سعيد لتمكني من زيارة بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، تلك الأرض التي تسعى لأن تكون نموذجا للتعايش وللأخوة الإنسانية وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات، حيث يجد فيها الكثيرون مكانا آمنا للعمل وللعيش بحرية تحترم الاختلاف. يسرني أن ألتقي بشعب يعيش الحاضرة ونظره يتطلع إلى المستقبل. لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها، وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم. الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال. أتوجه بجزيل الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان
الذي دعاني للمشاركة في لقاء حوار الأديان تحت عنوان الأخوة الإنسانية. أشكر كذلك جميع سلطات الإمارات العربية المتحدة على التعاون الرائع وحسن الضيافة والترحاب الأخوي الذي قدم بنبل لإتمام هذه الزيارة، كما أشكر الصديق والأخ العزيز فضيلة الإمام الأكبر للأزهر الدكتور أحمد الطيب وجميع الذين ساهموا في تحضير هذا اللقاء على الشجاعة والعزم في تأكيد أن الإيمان بالله يجمع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف ويبعدنا عن العداء والجفاء. إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الرب كي تكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة حتى وإن كنا مختلفين. وأستعد بفرح للقائي وتحيتي عيال زايد في دار زايد، دار الازدهار والسلام، دار الشمس والوئام، دار التعايش واللقاء. أشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء قريبا. يصل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات سالكا كل الطرق التي طبعا عبدتها القيادة الإماراتية منذ عصر الأب المؤسس وبقيادة سيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبالمحبة والحوار والتسامح والأخوة الإنسانية. يصل بابا فرانسيس إلى الإمارات حاملا رسالة المحبة والتلاقي والخير، ومؤكدا أهمية بناء الجسور وترسيخ أسس الحوار للوصول إلى عالم تنعم شعوبه بالاستقرار والسلام. طبعا تنشد أنظار شعوب العالم اليوم إلى الحدث الاستثنائي الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، فهنا يلتقي العالمان الإسلامي العالمان عفوا الإسلامي والمسيحي بمرجعيتهما الكبيرتين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب وقداسة البابا فرانسيس، لكي يقول لكل مؤمن ومؤمنة وللناس في كل مكان من هنا نبدأ الطريق نحو مستقبل مشترك نقارع فيها العنف والكراهية والإرهاب بالكلمة الطيبة وإرادة الخير لكل بني البشر. إن هذا الحدث الذي تشهده الإمارات في لقاء الأخوة يأتي منسجما مع التاريخ أو تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وهو التاريخ المليء بالعبر والدروس طبعا الصالحة لصياغة قواعد منظومة أخلاقية تجمع أبناء الديانات الإبراهيمية في إطار هدف مشترك طبعا عماده الإنسان الذي كرمه الله تعالى. ولقد كانت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحوار الأخوة في أبوظبي نتائج طبعا أو نتاج دراسة واعية لحقائق تاريخ وضرورات المستقبل، وبالتالي فإن هذا اللقاء سوف يكون الرد الأبلغ على مقولة طبعا حكمة عقول بعض صناع القرار في العالم بأن الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان. يعني هذه هي الإمارات بقيادتها وشعبها تفتح ذراعيها لكي ترحب طبعا برأس الكنيسة الكاثوليكية نيابة عن كل مؤمن ومؤمنة، لكي تقول للبابا فرانسيس قلوبنا كلها في دار زايد تتشع لك ولكلمتك الطيبة. فنستمع أيضا لهذه الكلمة بمناسبة زيارة البابا إلى الإمارات من معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذه كلمة أوجهها إلى كل من يعيش على أرض الخير، أرض المحبة، أرض السلام، أرض التسامح، الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بل وأيضا أوجهها لكل محب للإمارات في كل مكان، ولكل مؤمن بالعيش المشترك بين البشر، ولكل مؤمن بالقيم المشتركة التي تجمع البشر. الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعد سابقة وتمثل حدثا تاريخيا له آثاره وتداعياته الإيجابية على الإمارات وعلى المنطقة العربية وعلى العالم،
وهذه رؤية قيادة الإمارات. هذه الزيارة أيها الإخوة والأخوات، قيادة الإمارات عملت من أجلها على مدى 3 سنوات، وحرصت على أن توفر ممكنات النجاح لهذه الزيارة. والدعوة لهذه الزيارة تمثلت بزيارة شخصية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وتبعها أيضا زيارة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأيضا في تلك الفترة قبل 3 سنوات أيضا الشيخة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح في تلك الفترة أيضا عملت من أجل التمهيد والإعداد لهذه الزيارة. فنحن أمام حدث، الإمارات قيادتها بأعلى قمة القيادة عملت على مدى 3 سنوات لتحقيق هذا الحدث، لتوفير ممكنات النجاح لهذا الحدث، ولذلك وهذا يأتي إدراكا منها لأهميته. نحن إخوتي وأخواتي ندرك شيء، أن العولمة حقيقة واقعة، وأن العالم كقرية صغيرة ليس فيما يتعلق بالتجارة والمال والاستثمار. العالم الآن يتحول إلى قرية صغيرة في كل شيء، المجتمعات ستكون مجتمعات متعددة الثقافات متعددة الديانات، مظلتها الدولة الوطنية. ولذلك رؤية قيادة الإمارات أن نحن لا ننتظر أن يصل العالم إلى هذه المرحلة، بل نحن نشارك في صناعتها بما يخدم مصالحنا الوطنية، بما يؤهلنا لأن نحقق أكبر فائدة لبلدنا في هذا المجال. ولذلك الإمارات تبادر وتطلق المبادرات الواحدة تلو الأخرى من أجل ترسيخ مفاهيم التعايش والتسامح، إدراكا منها أن هذا التنوع وأن التعددية هي مصدر قوة لنا، وهي من ممكنات النجاح لمجتمع الإمارات، وأنها توفر لنا عبور للمستقبل يجعل الإمارات دولة رائدة ودولة متميزة. وهنا أود أنبه إلى أمر، هذا لن يكون أبدا على حساب ديننا، بل عكس، بل ديننا الإسلام هو دين المحبة، هو دين التسامح، هو دين السلام، ديننا يدفعنا إلى هذا. الحضارة الإسلامية انتعشت عندما توفرت لشعوبها بمختلف مكوناتهم، تعددية ثقافية، تعددية عرقية، تعددية دينية، وفرت لهم بيئة تسمح بالعمل والاجتهاد والإنجاز. ولذلك بنيت الحضارة الإسلامية في تلك الفترة في بيئة من التسامح والتعايش. ولذلك الإمارات يعني تقوم بهذا بمبادرات ذاتية من الإمارات حتى تصنع هذا الأمر. ولهذا الإنجاز الإماراتي المتحقق الآن يقوم على هذا الأساس، على الإيمان بالتعايش المشترك، على الإيمان بالتعددية. ونتمنى أن ينظر أشقائنا وأصدقائنا إلى هذا النموذج الناجح وأن يستفيدوا منه. ولذلك أتمنى من الجميع أن يتفاعل بإيجابية مع هذا الحدث الكبير، وأن ينظر له من منظور إنساني يقوم على المحبة وعلى السلام، وعلى أننا تجمعنا قيم إنسانية يجب أن نستعني بها كي نصنع مجتمعات حريصة وآمنة وتنعم بالمحبة والسلام والازدهار. لأن البديل عن هذا مجتمعات متصارعة لن يربح فيها أحد ولن ينتصر فيها أحد. ولهذا كلمتي لكل إماراتي ولكل مقيم على أرض الإمارات، هذه فرصة لنا كي نحن بأنفسنا نبادر ونبعث رسالة إلى العالم، أننا نحن نفتح للجميع قلوبنا قبل أن نفتح لهم مطاراتنا، لكي يعيشوا معنا في وئام وفي محبة وفي سلام، وكي يسهموا في صناعة مجتمع إنساني يؤمن بالتعددية الثقافية ويحترم التعددية الدينية، ويسعى لتحقيق إنجاز بشري يقوم على القيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يذكر راس ابو خالد وانت المعز لنا وزود. يا هلا وسهلا فيكم مره ثانيه مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الامارات العربيه المتحده، من عجمان، من دار زايد، من بلد التسامح، من بلد العز، من بلد الرخاء، من بلد الحضن الواسع، اللهم لك الحمد والشكر، من بلد او من البلد اللي يعيشون فيها الحمد لله رب العالمين 200 جنسيه وتستقبل كل العالم بصدر رحب، اللهم لك الحمد والشكر، متعايشين مع كل العالم داخل هالدولة الفتية الحمد لله رب العالمين، مثل ما ربانا زايد الله يغفر له ويرحمه وعودنا زايد الله يغفر له ويرحمه على التسامح وعلى المحبة وعلى الأخاء، اللهم لك الحمد والشكر، نحب العالم كلهم والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وين ما نسير خل اللي عايشين في البلاد عندنا نحن هني، يوم نطلع برا بعد نشوف اللهم لك الحمد والشكر حب العالم، اللهم لك الحمد. من توصل ريلك أرض المطار هناك، ومن يشوفون جوازك ويعرفون أنك أنت من الإمارات تشوف ملامح السعادة وتشوف تبادل المحبة من الناس الآخرين لك أنت. وين ما حليت في أي بلد، أنا وين ما صرنا بلدان العالم كله اللي زرناها، ما أدعي أني زرت بلدان العالم كله ولكن الحمد لله سافرت أقدار كثيرة، وين ما تسير اللهم لك الحمد والشكر مجرد ما يعرفون أنك أنت من الإمارات اللهم لك الحمد يقابلونك بنفس أو يبادلونك نفس الشعور، نفس الشعور المحبة اللي أنت تحب العالم فيه يطلع فيهم هم سبحانه وتعالى، وتكون سبحان الله وتعالى وتكون أمورك اللهم لك الحمد كلها متيسرة. هذا طبعا لم يأتي من فراغ، هذا كان له أساس أو أسسه المفعول بإذن الله تعالى وطيب الله وثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللي نشوفه صح رحل الله سبحانه وتعالى اختاره وهذه سنة الحياة، ولكن نحن نشوف زايد في كل شيء وكل يوم نشوف زايد وكل يوم يتجدد تشوف زايد في عيونه وفي كل الأشياء اللي نشوفها في الإنجازات هذه كلها الحمد لله رب العالمين اللي نشوفها. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء. ونرحب أيضا مرة ثانية بزيارة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه رسالة أيضا توجهها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بقيادتها إلى كل العالم أن نحن بلد حب وبلد سلام وبلد أخاء الحمد لله رب العالمين، ونبغي نوصل هذه الرسالة إلى كل العالم. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء. قبل كم يوم كانت في مباراة كرة القدم، طبعا أخونا منذر المزكي غني عن التعريف عور قلوب ناس وايدين، ودائما يفرح الناس الله حق، يعني أبو هندي زاه الله خير ما يقصر يفرح الناس ويساعد الناس، ويا ما طلع لنا حالات كثيرة بحاجة إلى أن مثل ما تقول بحاجة إلى مساعدة وناس، فالحمد لله رب والتفاعل كبير الحمد لله رب. دائما الإنسان اللي يسوي خير يتفاعلون يا العالم كلهم الحمد لله، فالله يزي خير ويكثر الناس اللي من أمثاله، ودائما أيضا يبعث برسائل حب ورسائل سلام ورسائل أخاء إزاها الله خير مثل ما تعودنا في أبناء الإمارات إزاهم الله خير. عور قلوب العالم كله وعور قلوبنا قبل كم من يوم خسر المنتخب وطلع بنتنا اللي هي آمنة بالجاسم الطنيجي اللي هي أمونة طلعها عنده في السناب شات، والعالم كله متأثروا فوايدين قالوا أول وحدة أم راشد قالت حرام عليها قطع قلوبنا. فاليوم أنا تكلمت يا قلت لي شو رأيك النتيبة ونسولف يا هني في الاستوديو، فإزاها الله خير قال فالك طيب وعطوها إجازة ويات أمون السلام عليك. عليكم السلام. الميكروفون عشان يسمعون صوتك، كيف حالك؟ بخير. شو اخبارك؟ الحمد لله. اسمك الكامل؟ امنه تاسم سيف عبد الرحمن حسين. تو تضحكين الحين بتردين الصحيح مره ثانيه المباراه خلصت؟ ما شيء صياح خلاص؟ ليش ما صرتي المدرسه؟ ما ادري يعني كنت ابايه هني عشان يقولون ليش صحتي زين. شوفي ليش صحتي طيب؟ عشان خسرنا في المباراة. إيه. شو المشكلة إذا خسرنا يعني؟ ساعات لأني كن يعني شوي قربنا عند الكاس. كنا يعني واصلين لأدوار النهائية إن شاء الله، كنتي تأملين إن مثلاً نلعب المباراة الأخيرة ونأخذ الكاس. بس ما استوى، شو نسوي زين؟ بس ليش صحتي؟ شو اللي خلاك تصحي؟ إني كنت أحب بلادي أول شيء. بعدين. يعني عرفت ان في الكرة ان فيها فوز وخسارة، بس ما توقعت ان يعني كنت حاطة امل مثلنا الحين كلنا حاطين امل وخسرنا بس لا حول ولا قوة، لكن ما توقعت يعني المنتخب الاماراتي يخسر. من كثر حبك للمنتخب تعلمت شيء واحد ان يكون عندي روح رياضية.
بعد ما خسرنا علمتي عقب ما صحتي ان لازم يكون عندك روح رياضيه. زين الحين في اشياء وايد فايزين، تعرفين في شو فايزين الحين الحمد لله؟ لا. ها ما تعرفين اللي مرت في شو فايزه غير الكوره؟ ما ادري. في اشياء وايد فزنا الحين، رقم واحد جوازنا، رقم واحد تعرفين ولا ما تعرفين؟ جوازنا رقم واحد، صرنا الفضاء صح ولا لا؟ تعرفين صرنا الفضاء ولا ما صرنا؟ ما تعرفين؟ عندنا اقمار، اطلقنا اقمار صناعي، عندنا الحمد لله رب العالمين، عندنا جامعات اللهم لك الحمد والشكر، صح ما بجامعات يعني رقم واحد على العالم، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني مثل ما من الجامعات المرموقة على مستوى العالم. في كثير عندنا جامعات الحين، عندنا جامعة سوربون إن شاء الله بسيرين جامعة سوربون تدرسين، عندنا جامعة سوربون في أبوظبي هي جامعة فرنسية، عندنا جامعة محمد الخامس بعد موجودة هنا، عندنا الجامعة الجامعة الأمريكية، عندنا وايد جامعات. شارجة روحها فيها أربع جامعات شارجة بس، في عمان عندنا ثلاث جامعات أظني. شكرا بصدق الله يديك. زين انت بعد صغيرون ما بتمد، بس عندنا وايد وايد يعني وايد الحمد لله رب العالمين. أول جامعة في الإمارات في العين سواها الشيخ زايد، أول جامعة الله يغفر له ويرحمه، هاي سواها الشيخ زايد أول جامعة. أنت شو طموحك يوم تكبرين؟ شو تسوي؟ شو بي شو شو بي شو طموحك؟ يعني شو بشتغل؟ إيه لا شو شو تبغين تسوين تخدمين بلد في أي مجال؟ يعني يوم أساعد الناس و. تبغين تساعدين الناس؟ إيه. في كيف يعني تبغين تساعدين الناس؟ اللي ما عندهم بيت. اللي الفقراء. ما شاء الله عليك. زين. ها تأثرين أنت يوم تشوفين حد محتاج ولا فقير ولا كذي؟ وهذا أملك إنك إن شاء الله تسوين، شو رأيك نسوي يلا بسمع أنا وأنت ومنذر نسوي جمعية خيرية ونخليها هي سفيرة الجمعية هذه؟ تصيرين انت سفيره بتسافرين وهذا، تصيرين تشوفين الفقراء روحك وتردين. هي تصير يعني اعطيهم يعني فلوس عشان يعني ما يكونوا فقراء صح؟ عشان تساعدينهم يعني. يا سلام عليك والله الحمد لله. شوفوا ابناء الامارات يا جماعه الخير يعني هذه مفطوره على الشيء هذا، من يوم هم صغار عندهم هذا الحمد لله رب العالمين، هذا الغرس اللي غرس زايد الله يغفر له ويرحمه. نحن الان نجني ثماره ان ابناء الامارات شوفوا من نعومه اظافرهم. في أي صف أنتي؟ خامس. صف خامس يعني بنت الحمد لله رب العالمين في صف خامس من الآن. تفكر في الناس الآخرين، تفكر أنه تساعد الناس، تفكر أنه تساعد الفقراء، تفكر أنه توصل للفقراء لين مكانهم تساعدهم، فهذا شيء جميل جدا. شو تبين تشتغلين؟ دكتورة. دكتورة عشان أشوف يعني أساعد الناس يكونوا مريضين بعد تساعدين الناس يوم يكونوا مريضين. اللهم لك الحمد والشكر. إن شاء الله إن شاء الله تستوين أحسن وأشهر دكتورة. شعارها وين يا ابتني؟ الشعار هذا. هذا. لا الثاني. هذا. لا الثاني اللي تحت. أيوة. مشترينه. قبل. وهذا الشعار الثاني شو هذا؟ عام زايد. عام زايد. كيف عرفتي الشيخ زايد أنت؟ انتي ما شفتي الشيخ زايد توفى قبل ما توفى؟ قالوا لي ان الله يرحمه مات وتوفى اظن، ما ادري. اي نعم. زين بعدين قالوا سووا شعار 2018 انه هلا عام زايد. لا بس شو سمعتي عن زايد انتي؟ منو كان يكلمك عن زايد؟ كيف عرفتي زايد؟ مثلا الحين عرفنا زايد الحين اليوم كنا الحين موجودين، الله يغفر له ويرحمه يا شيخ زايد، وما كان في اتحاد، كانت دبي الشارجة كانت بوظبي روحها ودبي روحها والشارجة روحها عمان روحها مقيوين روحها راس الخيمة روحها الفجيرة روحها، بس كنا يعني متقاربين أهل وكذي ونحب بعض الحمد لله رب العالمين، بس كل واحد بلاد وكل واحد عنده جواز، ما كان عندنا جواز. هلا تشوفين الحين جوازك شو لونه؟ أزرق. جوازك لونه أزرق، ما كان عندنا جواز أزرق، كل واحد كان عنده جواز. زين الحين في عمان كان عندنا جواز غير، في بوظبي كان عندهم جواز غير، في دبي في كل إمارة كان عندهم جواز غير. يا الشيخ زايد شو سوى؟ قال ما يستوي، لأن الواحد إذا يكون روحه يكون ضعيف صح ولا لا؟ الحين يوم روحك مثلا وهجم عليك حد ما تقدرين تدافعين، يهجموا عليك مثلا ما تقدرين، لكن إذا كنتي مثلا أنت ويا مجموعة وهجم عليكم واحد تقدرون تدافعون عن فرسكم لأنكم وايدين. فالشيخ زايد كذي فكر، قال لا عشان نكون أقوياء لازم نكون يد واحدة. زين فهي
وكلم الشيوخ اللي كانوا موجودين في الإمارات وسووا أسسوا دولة سموها دولة الإمارات العربية المتحدة. واستوت هذه الدولة الحمد لله رب العالمين. بنوها شوي 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 الحين الحمد لله رب العالمين. وشو أي شركة طيران الإمارات تعرفين إني طيران البلاد؟ أي شركة؟ كم شركة طيران عندنا؟ ما أدري يعني ما أعرف عن طيارات هالأشياء. لا لا طيران الطيران اللي وين وين سافرتي؟ سافرنا تايلاند وسافرنا الإمارات يا ختم قبل الهند الحين تايلاند خلاص معروف. أي طيران سرتوا؟ الإمارات. الإمارات طيران الإمارات هي من أكبر شركات طيران في العالم الحين. إيه قالوا لي. قالوا له ما شاء الله عليه شفتي كيف؟ كبيرة بعد. أيوة فالحين في الإمارات الحمد لله رب العالمين. لو ما أنا أبغي أوصل لك رسالة الحين يعني لو ما أفوز في الكورة في المساعد قولي لي على المعاقين بلاهم المعاقين. خذوا ميداليات ذهبية. عنده فكرة بعد ما شاء الله شفتي كيف يعني عندنا حتى حتى المعاقين الحمد لله الحين يسمونهم ذوي الهمم عشان ما يجرحونهم يسمونهم معاقين يشوفون مثلا يوم يقولون هذا واحد معاق أساس يمكن هم يوم أنا مثلا واحد معاق وأقول له معاق ولا أنا مثلا معاق وحد يقول لي معاق يمكن أتأثر أقول أنا ما مثلك أنت وما مثل منذر ما مثل ياسمين لأني أنا معاق شيء تحس في نفسي شوي يمكن أتأثر يمكن هذا الشيء يأثر علي يأثر علي في عطائي في دراستي في كل شيء بس هم شو سمونا عشان يشجعونا اني انا لو هالإعاقة من الله سبحانه وتعالى ما حد يختار ان يكون معاق كل واحد يبقى يكون هو احسن شيء صح ولا لا يكون جسم سليم بس الله سبحانه وتعالى اذا خلق الواحد معاق شو يسوي ما يستسلم يقول خلاص انا معاق وخلاص لا لازم يجد ويجتهد ويشتغل ويكمل دراسته ويخدم بلده فالحين سموهم اصحاب الهمم اصحاب الهمم الحين ما في عندنا معاقين سموهم اصحاب الهمم عشان يشجعونهم إيه يقولون هذا عنده مهمة لازم يؤديها أصحاب الهمم إيه سموهم أصحاب الهمم زين شو تخبريني بعد عن الإمارات تكلمي بابا الشيخ بابا راشد نعم محمد بن راشد نعم علمنا هالإشارة شو الإشارة هاي زين اللي علمت ثلاث أسبوع هاي كذي إيه شو الحب يا سلام عليك والفوز والنصر يا سلام عليك السلام عليكم. إنزين شو بعد بتخبرينا؟ مرتاحة أنت في الإمارات هني؟ هي مرتاحة وايد. يعني المكان حلو والأماكن حلوة فيها. اللهم لك الحمد. هي نتجمع. فرحانين. مين كان يتابع وياك المباراة أول شيء؟ أنا وأمي. وأخواتي. بس كيف ابوك صورت انت الام صح ولا انت بس روحك صار يعني مكان ويا اصدقائه صار يشوف المباراه روحه ويوم يا البيت شافك انت صحي متاثر وصورك كان منصدم بس انت صحتي البادي ما صحوا لا شو قالوا لك المدرسه المدرسه كل حد يقول انت اللي ما انت مزكين شارف يعني كل حد يعرف يقول ويقولون عندك يعني وايد فانس وما ادري شو يعني يقول حظك انا اقول مثلا شوفي عادي اي بس انت ما كنتي تدرين يعني ما كنتي تصيحين عشان شيء شوفي هذا الشيء شوفي يومي طبيعي يكون غير عن يوم الواحد يتصنع يعني يوم الواحد مثلا يمثل مثلا انه يصيح عرفتي ولا هذا الشيء انت يعني من حبك لبلادك من حبك لمنتخب بلادك من حبك انك تبغين بلادك تفوز صحتي بشكل لا ارادي صح ولا لا؟ فإن شاء الله ما تصحين إن شاء الله آخر مرة تصحين دائما إن شاء الله تضحكين وتكونين فرحان ودائما إن شاء الله فايزين أي مبروك آخر شيء مبروك الفايز هذه كورة اللي فاز نقول له مبروك زين بظن ما في أمور ثانية أنتم مثلا صغار ما أبغي ندخلكم في المعمعة نحن فالحين هذه كورة زين أي وبعدين إحنا أخلاقنا كذي لو جينا واحد شوفي لو جينا واحد لا خلاص نحترمه لا نحن في عندنا في اخلاقنا هني لو واحد يجي مثلا يغلط علينا نحن ما نغلط عليه اي ما نغلط عليه نحن ما نرد الاساءه بالاساءه عرفتي كيف لان انت مثلا اذا يا واحد الان وقال لك انت ابوك شده انزين ما برد له لا اذا رديت اذا انت قلت مثلا جيتيني انا قلت لي ابوك شده انا برد عليك بتخليني انا انت من دام سبيتي ابوي بتخليني انا اسب ابوك واسب امك فالحين دائما إيه ما لو جينا واحد هذا نقول له الله يسامحك
عرفتي؟ إذا قلتي الواحد الله يسامحك بعدين هو بيتأثر، هو بيتألم، أنت ما بتخسرين، أنت بتربحين دائما. إذا قلتي الواحد الله يسامحك، إذا حد حتى في المدرسة في أي مكان أي حد يغلط عليك قولي لا الله يسامحك. إيه كذي بتستوين أنت غير عن العالم كله. كلهم ليش يحبونا في الإمارات الحين كذا؟ لأننا متسامحين، كل حد يحبنا. فأنت إذا استويت تجي كل حد بيحبك. جربي أنت في المدرسة وأنت أكيد يحبونك في المدرسة، ما شاء الله عليك من شكلك كذي. يلا بسم الله. صف كم؟ خامس. الأولى تطلعين ولا؟ أنا بعرفش كم عندكم الأولى يعني، ما أعرف يعني. يعني من العاشر يحسبونكم ولا كيف؟ في أي مدرسة؟ شويفات. في الشويفات. كيف ما يحسبون؟ ما عندنا أول وثاني. كيف يقيمونكم عيال؟ كيف تعرفين إنك شاطرة؟ يمكن تقولي لي شيء تقصين علي لأن ما يعني شاطرة. زينة بالصف يعني. زينة بالصف يعني هذا يوم. يعني أسوي تقييم واجباتي. إيه بس لا تقييمكم يعني كيف يقيمونكم؟ ما يسوونا يعني ما يسوون لا أول ولا ثاني ولا ثالث. يخلونا عادي أظن لين صف 12 يقولون. أنتوا نتائجكم عقب الثانوية. هم في الثانوية الأول والثاني الحين ما الحين كذي بس. بس تنجحون يعني بدون تقييم. بدون. شو تقولي للعيبة؟ اني اسير اعتذر لهم، اقول لهم انتوا ما ترفع، لا اذا انت ما ترفع راسك فوق. اها زين، ولازم توديها عاد، هذا لازم منذر يوديك عند الله بسم الله. اي عنده لازم هو يوديك عند اللعيب لانك انت صحتي عشانهم، فلازم هو يوديك عند من هي. زين. ليش هديه من البرنامج تعطيك اياها ياسمين؟ شكرا. زين الحين ما يبنى لك هديه، الحين ما نعطيك وانت اشتري الهديه اللي تبغينه. زين؟ زين. اي فرحنا يوم شفناك، ما فرحنا يوم شفناك تصيحين، زعلنا لانك انت زعلتي ناس وايدين. اي وايدين ناس زعلوا عشانك. ابى اقول لهم اسف. الحين خلاص شوفي، الحين خلاص انت بس لا ما كنتي، ما كان قصدك انت تزعلي الحين، انت كنتي زعلانه والواحد دائما اي صح الواحد يتعلم دائما. ما شاء الله عليك شاطره ونتمنى لك كل التوفيق. ابوك وين يشتغل؟ الشرطه. ابوك يشتغل في الشرطه، ما شاء الله. عندك اخوان اكبر عنك اخوات شيء؟ لا انا اكبر وحده. انت اكبر وحده ما شاء الله عليك. اصغر عنك كم واحد؟ يعني من اصغر عني. لا اخوان، كم اخوانك كلهم؟ ثلاث. ما شاء الله، انتوا ثلاث بنات ولا اولاد؟ كنا بنات. كلكم بنات ما شاء الله، الله يطلع. هذا ابوك محظوظ صدق والله، والله ابوك محظوظ. اللي عنده ثلاث بنات وايد محظوظ والله العظيم، وايد 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 محظوظ. اجمل الكائنات. اي احنا نتمنى ولد. ها نتمنى ولد والله. انتوا ان شاء الله ما شاء الله عليك، انت عن 10 اولاد ما شاء الله عليك. لا لا ان شاء الله ان شاء الله بيكم ولد ان شاء الله. خواتك منو اسمهم؟ مناير ومهره. مناير اصغر وحده. ايوه ليه منو اللي الله بسمه منو سمي منو اللي قال سماك امون؟ على اسم جدتي. لا لا اللي سموك امون، امونه منو اللي دلعك يقول لك امونه؟ كلهم يقولون لك امونه. كل عماتي يسمونه. كلهم يقولون لك امونه. قبل يقولون منو، هذا الحين انت ما شايف ما يقولون منو. اي منو يوم قبل لا 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 امنوا يوم تكبر، يوم هي صغيرون يعني كبرت شي لين تستوي ما شاء الله قبل ما تعرس يسمونه، حتى حد من اللي وعي عرسين يسمونه منو. اي منو ولا مناي. ويوم تكبر وايد تستوي عيوز، ان شاء الله تستوي العيوز تستوي يدي يسمونه منيني. تستوي منين ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. زين شو تبغين تقولين بعد؟ بس هذا الشيء اللي كنت يعني هذا كل شيء اللي طلعت. إيه ما تبغين تقولين شيء للناس الكذا، ما تبغين تقولين شيء لأي حد، تسلمين على حد؟ لا ربعك في المدرسة شو تبين تقولين لهم؟ ما حد يقول لي بعدين يقولون المدرسة كلها إنه هاي مشهورة يعني اشتهرت بسرعة. ما تحبين الشهرة ولا ما تحبين الشهرة؟ لا عادي يعني ما يهمني بالشهرة أنا. ما يهمك بالشهرة، مع انه ناس وايدين يموتون عشان الشهرة. يا الله انا هنيت على هالروح الطيبة. ولا تهتمين بالشهرة. لا اهتمي، شوفي اهتمي بدراستك
وبلادك وكيف انت تخدمين بلادك. خلي هاي الاشياء في اولوياتك زين. والله يوفقك ان شاء الله. اتمنى نشوفك ان شاء الله بعد مره ثانيه يوم تكبرين ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيني طوله العمر وان شاء الله ان شاء الله اشوفك وانت دكتوره اسوي لك لقاء ان شاء الله. زين لا 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 مش دكتورة أسنان. لا لا الحين عنده الحين تركيبة لا تسوي دكتورة أسنان. لا دكتورة الأسنان الحين طب الأسنان هو سهل سيدي. لا دوريك اختصاص ما بطب الأسنان قلب شيء كذي أساس تعرفين عشان تنقذين أرواح ناس وايدين. الأسنان الواحد اللي يقدر يعيش بلا أسنان زين. وإذا حتى لو ما يقدر يمضغ يقدر ما بأسد. هو الأسد إذا تكسر أسنانه ما بيعيش لأن يأكل لحم. بس الإنسان يقدر يعيش إذا كسر أسنانه. إيه بيسرط كل شيء بيشرب شوربة. دائما أنت شوفي ليل القلب مثلا دكتورة قلب دكتورة جلد دوريش تخصص شيء تنقذين فيه أرواح الناس. زين أوكي. تعالي خليني أسوي لك خليني أسوي لك هق أقول التم. الله يحفظك إن شاء الله يا ربي. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. زين شو تحبين من الأغاني تسمعين؟ أبو خالد تم حطي له أغنية أبو خالد. يلا حطي له أغنية أبو خالد. نتواصل معكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. كرام مستمعين الكرام مشاهدين الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان. ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600551610 ومن خلال رسائل نصية قصيرة على 7009 ونرحب بكل مشاركاتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو صباحك الله بالخير براشدك. بالخير والنور والسرور يا سيد الكريم. الله يسلمك وانت سالم يا ربي. في طال عمرك في موضوع بالنسبة لليوم إذا المواطن كمل في عية المعاش في مدة 25 سنة في القطاع الحكومي. نعم. وبعدين حصل مثلا يمكن مثلا يعني العمل في اي جهه اخرى زين. لكن في القطاع الخاص انا كملت 36 سنه 37 ما شاء الله سنة. عليك 36 سنه. اي نعم. وواحد الاقارب عند محتاج لوظيفه يعني لشخص يساعده. نعم. فتفاجأت انه ما يحق لك انت اذا كنت تعمل في القطاع الخاص ما يحق لك أن تعمل في أي جهة طول حياتك. طيب أنت اليوم هذا مواطن وهذا مواطن. ثانيا أني أنا ما يعني ما منو الريال عفوا أخوي أبو حمد أبو ناصر زي أبو حمد أخوي معلش وضح لي إياها شوي. هذه أنا ما أول مرة أسمع هذا الموضوع. أنا أني أنا إذا أشتغل مثلا في القطاع الخاص الآن زين وتقاعدت. أنت متقاعد وكملت المدة يعني كملت المدة زين وتقاعدت. لا بالضبط ما يحق لك تعمل في أي جهة أخرى أبدا. ليش؟ هذا القانون الموجود حتى أنا استغربت يعني ما يحق لي العمل ولا لا. هذه أعتقد فيه لغط في الموضوع يمكن ما أنا سألتهم طال عمرك أبو راشد زين سألتهم قالوا أبدا لا يحق لك العمل في أي جهة. السبب خالي هم هذا نظامهم. طيب الآن اللي موظفين الحكومة جزاهم الله خير الآن أنا تقاعدت موظفين الحكومة يمكن لهم العمل إذا خلصوا المدة زين لهم الحق في العمل زين. إذا كملوا 25 سنة بعد وتقاعدوا لهم الحق في العمل في جهات أخرى. اللي في القطاع الخاص ما يحق للعمل أبدا في أي جهة وحتى أنك يقاضونك إذا كان الناس اسمه يقاضونك يعني إذا اشتغلت بالضبط. يعني أنا إذا أقعد من القطاع الخاص يعني ما أشتغل بعد ما يشتغل زين. إذا أنا يا أخي إذا أنا أقدر أعطي أنا أقدر أعطي يا أخي بالضبط. وبعدين أنت أصلا أبو راشد أنت المبلغ اللي بتأخذ ما يعني مبلغ رمزي يعني. وهل مثلا يترك المجال إن مكاني هذا يأخذ واحد مثلا يجيبون واحد وافد. طيب لا أنا أخلي المواطن يشتغل ولا أزيد. وبعدين أنت عندنا يا أبو حمد مثل ما تعرف جزاه الله خير الآن الشيخ محمد بن زايد هاي الفترة من جمعية المتقاعدين العسكريين وسوى لهم لقاء. فواحد منهم قال طويل العمر الآن نحن كعسكريين تعرف يعني كنا يعني متفرغين للحياة العسكرية تختلف عن الحياة المدنية خاصة اللي في الجيش بحكم أبو حمد وجودهم ومعسكراتهم وتنقلاتهم من مكان إلى مكان في خدمة الوطن.
يعني ودورات وما دورات، فأصبحت حياتهم دائما مرتبطة بالعسكرية، يعني تلقى ما على طول يعني حتى ما يشوفون حد منهم. فيقول يعني اشتكوا من الملل وهذا شو، وبعضهم حتى اشتكوا انه مثلا من المتقاعدين وكذا، فردوا لهم شو سوالهم، الله يطول العمر ويخليه، سوالهم يا طويل العمر عادوا لهم الخدمة مرة ثانية، يشتغلون قوات المساندة وكم الحمد لله رب العالمين، يشتغلون مع انهم متقاعدين وكذا، وهذا يعني بدأ يشجعون جزاهم الله خير، يشجعون على العمل وما يبغون الانسان يجلس في البيت لا شغل ولا مشغله. انا اقدر على العطاء يا اخي، بعدين الناس محمد الان انا عندي خبره في مجال معين على سبيل المثال، وتقعدت ويبغي يا اخي انا، وفي واحد يبغي يستفيد قطاع من القطاعات يبغي يستفيد من خبرتي، ليش يتبون انت مثل ما ذكرت انت، انا راعي البلاد اولى عن ما تجيب واحد من برا يا اخي تشغله في هذا المجال، او تدور لي واحد مثلا اوكي انا في القطاع الخاص اموت يعني لي، لا خلاص اموت اذا قعدت في القطاع الخاص ما يستوي. بالضبط براجد الحين اليوم يعني هذا اليوم هذا مواطن وهذا مواطن، هذه مصاريف تزيد وهذا مصاريف تزيد، هذا في نفس القارب يا طويل العمر والله يزيد. الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، الله يغفر يعني له. حتى لما كان قال لهم لا خليهم يشتغلون المتقاعدين، اي نعم، والشيخ محمد بن زايد الله يجزيه خير بعد شغلهم، اي نعم. اليوم السؤال يعني شو الحكمه وشو التكليف اللي تكلف هيئه المعاشات ان مواطن بيشتغل وكمل المدة القانونية اللي انت منصيتوا عليه 35 سنة، نعم، وكملها لابد يعني حتى الله يجزيه خير أحمد الرحومي، نعم، في لقاء يعني تكلم في الموضوع. اليوم أنا يالس بشتغل بتكلفة أقل وعندي القدر، أنت حتى على صاحب العمل تكلفتك أقل، لا بيسوي لك إقامة ولا بأمور كثيرة ولا سكن ولا تبى شيء ولا الله بسمها كل شال لنا يعني بدل ما دي. وبعدين يعني سؤال يعني شو ليش يعني التفرقة بين هذا وهذا، يعني ما انت الشخص هذا اليوم ما اشتغل الا فارق. طيب يا ابو الان انا بستفسر لك عن القانون هذا من الاخوان في هيئة المعاش، يعني استفسرت حتى استغربت يعني، وحتى كلمت لك حمد رحوم الله يجزيه خير وطرشت لي يعني مداخلتي الله يجزيه خير، نعم. يعني اليوم السؤال ما في اي تكلفة على هيئة المعاش هذا، والمتقاعد إذا كان قادر على العمل يعني هو يقدر مثلا ما بيشتغل إلا محتاج ولا قضاء وقت فراغ ولا بيستفيدوا من خبرته مثل ما تفضل. أتمنى دعم هالموضوع، مش إنه والله لا أنت ما تقدر تشتغل، وإذا اشتغلت براتب ممكن يكون يعني يغرمونك أو يخالفونك أو ما إلى ذلك. فلا أتمنى يعني الله يجزيهم خير المسؤولين مثل الوزراء وغيره إعادة النظر في هالموضوع، كثيرين يعني والمصاريف ما نشوف الإخوان إن شاء الله، في بنشوف أخونا خليفة بن فاضل الفلاسي في هيئة المعاشات إن شاء الله، بشوف إن شاء الله. أي بالضبط يعني لابد إن إعادة النظر في هالقرار، لأن طيب. فعلا يعني كثيرين محتاجين يعني، ومثل ما تفضل شغل وقت فراغ تحسين الدخل لا حتى يا طويل العمر يبون يستفيدون من خبرتي، أنا خبرتي بعد وبعدين بلادي أبغي أخدم بلادي يا أخي، وأنا قادر على العطاء. إذا كانت الوظيفة موجودة ما تأين عليها مواطن بياخذها وافد، نعم. بعد أنت بتزيد الأعداد لخل مواطن يستفيد وتكلفته أقل، وحتى الراتب اللي موجود حتى ثانوية عامة خريج ما بيقبل بها، نعم. فأنا اللي أنا أقوله ما في تكلفة أصلا على هيئة المعاشات، مواطن كمل مدته ولا في تكلفة عليكم في فلس واحد، ليش يعني مثلا بس هم ممنوع يعني يجمع بين المعاشين، ما هو اللي يكمل يشتغل في الحكومة يقدر يجمع بين يقدر اللي نعم. يكمل مدته نعم. فأنت ما في شيء يعني بعدين شو يعني يعني المقارنة بين المعاشين لا يذكر يعني. فالك طيب فالك طيب يا ابو حمد ان شاء الله فالك الله يجزيكم خير والله يطول يعني نعم صحيح يعني يشتغلون في القطاع الخاص فالك طيب ما الله يطول الله خير الله يطول مشكور تشوفي لنا الله يسلمك خليفة شوفي الله يخليك في هيئة المعاشات جزاه الله خير. هني يقول لك طويل العمر هني يقول براشد عيال قبل فترة شفنا امر الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد مسموح للمواطن يشتغل معلش هني
زين زين جزاك الله خير. هني سعادة الأخ العزيز خليفة بن فاضل الفلاسي مساعد مدير إدارة الاشتراكات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. أبو فاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخوي؟ إن شاء الله بخير. خير الله يعافيك ويديك طالما. الله يطول لي عمرك خليك. سعداء جدا بسمع صوتك يا طويل العمر. نحن كذلك يا الله يعزك. طويل العمر ما شاء الله عندكم بداية السنة وأكيد ما شاء الله الشغل عندكم وايد الله يعينكم إن شاء الله، ورغم هذا كله تفرغوا لنا جزاكم الله خير وتردون علينا الله يجزيكم خير ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يجزيك خير. أبو فاضل طويل العمر اتصل لي واحد من الإخوان اسمه أبو حمد يعمل كان في القطاع الخاص يا طويل العمر لمدة 36 عام، بعد ذلك يا طويل العمر تقاعد ويبغي الآن يشتغل في شركة في القطاع الخاص، فقالوا له ما يستوي تجمع بين وظيفتين أو تجمع بين معاشتين، بغينا نعرف القانون من هالناحية الله يطول العمر، قانون هيئة المعاشات توظيف فقط. نعم ان شاء الله ابو راشد. اول شيء ابو حمد ان شاء الله نحن بس اذا قدرنا نحصل عمره، هو لازم يكون عمره بين 18 و 60. اه 18 هاي بنقطه 18 و 60 هسه بيسجل في هيئه المعاشات مره ثانيه اذا داوم في القطاع الخاص. هيئه ها لازم يسجل مره ثانيه ابو فاضل؟ اي نعم طال عمرك لازم يسجل، بنوضحها الحين بسبلها. زين اذا هو كان عمره بين 18 و 60 يرد ترد هيئه المعاشات تسجله مره ثانيه. نعم. واذا طلع كذلك بميزه التقاعد على الدوام الجديد بان نصرف له الاكثر معاش. ها يفسر لي اياها الاكثر معاش طال عمرك. نعم اذا هو تقاعد طال عمرك على التقاعد السابق براتب مثلا 15000. زين الراتب السابق 15000 مال التقاعد. نعم زين. نعم من هيئه المعاشات. زين ورد مره ثانيه انضم الى القطاع الخاص وزاد، بتعرف الرواتب تزيد مع السنين. نعم. زاد وصل مثلا 30000. زين وحصل شروط استحقاق المعاش. زين ويات الهيئه بتصرف للمعاش، تشوف ايهما اكبر تصرف له. تصرف له 30. تصرف له 30. نعم نعم ولا نعم. بالنسبه للقطاع الخاص زي. القطاع الخاص على القانون الحالي اللي هو قانون رقم 7 لسنه 1999 وتعديلاته نعم. ما يجوز الجمع بين المعاش والراتب لمتقاعدين من القطاع العسكري من القطاع الخاص. يجوز للجمع هم اثنين اللي هي المراه، ويجوز الجمع لمنو اللي يكمل في الحكومه 25 سنه. نعم بس اللي في القطاع الخاص لا، اللي متقاعد من القطاع الخاص ما عنده ميزه الجمع بين المعاش والراتب. نعم بس الحرمه والحكومي بعد 25 سنه عادي. نعم المراه لانها تقدر تجمع بين راتبها او معاشها من الهيئه مع نصيبها من معاش زوجها. نعم ها مع النصيب من معاش الزوج بعد اذا كان في معاش للزوج. نعم لأن نعم. ميزات عندهم نعم اكثر. زين بالنسبه للحين ما في شوي اجحاف بالنسبه للاخوان العاملين في القطاع الخاص؟ نعم هذا نحن ترى ننظر له ان شاء الله ان القانون الجديد ان شاء الله يرى النور ويتطبق. نعم. هذا الاشياء هالاشياء كلها ان شاء الله بتزول. يعني ان شاء الله نقول لهم نتامل خير في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله نتامل ان القانون اذا يطبق ان شاء الله ان شاء الله كل المفارقات بيكون مساواه بين القطاع الحكومي والخاص ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. انا شاكر جدا يا ابو فاضل واسفين جدا يا طويل العمر اسمح لنا. حاضرين طال عمرك الله يعزك. مشكور حبيبي مشكور. الله يطول عمرك. مشكور يا سيدي يا هلا وسهلا فيك. سعاده خليفه بن فاضل الفلاسي مساعد مدير اداره الاشتراكات في الهيئه العامه للمعاشات والتامينات الاجتماعيه، جزيل الشكر. اتمنى ان ابو حمد يكون سمع هذا التوضيح، وان شاء الله ان شاء الله مثل وعدنا خير ان شاء الله ان يكون في القانون الجديد ان شاء الله هناك دراسه القانون الجديد يكون في تساوي ان شاء الله بين العاملين في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي. يعني الحين باكر اذا تقاعدنا ما بيشغلونا مكان. ما يستوي نجمع بين معاشين. بس في خطه انك انت ما تشتغل تاخذ الله باسمه مكافاه ودوام جزئي باليوم ما ادري المهم فيها منه ومن يعني. هني يا طويل العمر يقول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محتاجين شوارع في منطقة لبوب واحد في ملقيوين. كلمنا البلدية عشان طريق رود بيس سوولنا طاف من 6 شهور طويل العمر. معلش هذه أنا الكلمة هاي شوي ما بحلوة. سوولنا طاف ما حد يسوي حق حط طاف طويل العمر. ما خالي ما تدري أنت شو ظروفهم شو التخطيط عندهم، لأن هاي الأمور بعد يبغي لها مثل ما تقول دراسة ويبغي لها أمور كثيرة. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أتأمل خير. هذه رسالتك نوصلها إلى إدارة البلدية، الإخوان في إدارة البلدية في ملقوين، وما بيقصرون. هذا يقول ولا حياة لمن تنادي حتى الباصات ما توصل، ما بيقصرون يا طويل العمر. هذه من المناطق الجديدة في إمارة ملقوين، وما شاء الله كثير مناطق جديدة في إمارة ملقوين وجميلة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله باتيها الشوارع وبيها كل شيء. ابشر بالخير يا سيدي. الحصاية هلا وسهلا فيك، صبحك الله بالخير والنور والسرور. هني يقول أمطار الخير في دبي، اللهم لك الحمد والشكر. اليوم استبشرنا بالمطار، اللهم لك الحمد والشكر. الفجر مرة الفجر وقت هاي الساعة وقت اليوم وقت الأذان مرة مني قال الله أكبر نزل المطر، اللهم لك الحمد والشكر، وغسل الدنيا كلها ووقف، نزل بكمية كبيرة ووقف. وإن شاء الله نتأمل الخير يا ربي وتكون أمطار الخير يا ربي يا الله. هني يقول يا طويل العمر زين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا راديو الرابعة صح؟ إيه نعم يا طويلة الأمل. هو أنت الحين بث مباشر ولا شو؟ والله يا طويلة الأمل بالضبط. بالضبط. زين نعم. أنا عندي شكوى. شكوى في المحكمة وفي الشرطة ما بعدنا بي. أنا ملاحظات عندي بارك الله فيك. شكوى أني أشتكي على حد، يعني عندي مشكلة. وفعلا أنا صرت اتجهت للقانون وللشرط للمحكمة، وآخر شيء يحكمون علي أنا علما أنه أنا اللي مقدم الشكوى. هذا بوي ما بعندي أنا، عند النائب العام طويلة العمر السيرين والمحكمة العليا الله يطول لي أمرك خليك. لا أنا متصل عشان أقول المشكلة هاي على هذه المشكلة. أنا ما أتقبل مثل المشاكل طويلة العمر. مدام أنت صرتي طويلة العمر عندك مشكلة معي أنا وصرتي المحكمة، أنا هذا ما بشغلي الله يطول عمرك خليك. وسامحي والله انا محتصل عشان اوصل صوتي للمسؤولين. صوتك للمسؤولين عن طريق القانون طويلة العمر، ما في الاذاعه الله يطول عمرك. لا قانون وما يبوا لي حق القانون. والله طويلة العمر هذا القاضي يا طويلة العمر وهي المحكمه الله يسلمك. اي في استئناف في محكمه عليا في امور كثيره الله يطول عمرك خليك. اي اوكي مشكور. يا هلا وسهلا فيك حياك الله. صح زعلة تدريبه حسيت بان زعلت، بس بعد الحين صار المحكمه وحاكمين عليها وما بعيب لنا الحكم. القاضي اللي حاكم انا سي اقول حق القاضي سي تلفون مثلا بتقولي لي انت انا والله القاضي حكمني وسي القاضي تلفون اقول والله ليش انت ما حكمت له انت غلطان يا القاضي ما يشتكي بارك الله فيك هذا قانون الله يهديك. لكم التحيه مره اخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابع الموجه 107.8 من الامارات العربيه المتحده من عجمان، ونتواصل معكم اتصالاتكم الهاتفيه على هاتفنا 0500551610 او من خلال رسائل نصيه القصيره على 7009. ونرحب بكل مشاركاتكم ويا هلا وسهلا فيكم. هني يا طويل العمر شو يقول؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وياك اخوي ام حمدان. ام حمدان حياك الله يا ام حمدان يا هلا وسهلا. الله يخليك مرحبا مبروكين على الرحمه اول شيء. الله يبارك في عمرك ما شاء الله. الله يزيدكم ان شاء الله وتكون امطار خير وبركه ان شاء الله يا رب. امين يا رب. امين يا رب ان شاء الله وتسقي العباد والبلاد ان شاء الله يا رب العالمين، وتنظف الشوارع وتنظف البنايات واهم شيء امين تنظف قلوب الناس ان شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله الناس كلها قلوبها نظيفه في الامارات، ولكن شوي حد من شوي الله يجعلها علينا وعلى شيوخنا واهالينا. امين امين يا رب العالمين. امين رب. الله يسلمك حياك الله يا حمدان. الله يسلمك اخوي. بس انا بغيت اقول لك صار لي اكثر من مره اكلم لا توطين مشكله وظايف هاي انت عيست وانت ترمس عنها. نعم مشكله الوظايف هاي صار لي 9 سنين متخرجه وعايشين في بيت اجار وريلي يتيم ومعيل حق عياله زين، وما خليت لا باب ديوان طرش لرسائل يقولوا لي راجعي توطين توطين السير يقولون لا تكلمينا يوم الشركات ما تزقركم شو يخصنا نحن. هم ما يقدرون يسوون شيء زين ما علي توطين ما طويلة العمر توطين
توطين الآن أنت إذا سجلتي الله يطول عمرك وخليك هذا هم الله يسلمك يشوفون الجهات الباحثة عن عمل وياك يودون الأوراق طويلة العمر إذا هم ما زقروك توطين ما تقدر تقول لهم وظفوا فلان وظفوا فلان في حالة وحدة يقدرون يوظفونكم تقدر توظفكم وزارة الموارد البشرية والتوطين هي اللي تقدر توظف متى تقدر توظف ما بالحين تقدر توظف الآن وزارة التنمية والتوطين وزارة التنمية البشرية والتوطين شو تسوي الآن شو تسوي؟ تعطيهم معارض تراهم لا لا الشركات زين لا بس شو انا ابى اوصل رساله طويلة العمر عشان ما تعطيني ثاني وحده اتكلم بس اذا تكرمتي اذا تكرم ما تبين تكملي انت وانا لا بالعكس لا على اساس اوضح لك الامر في البدايه انت متكلم فيه حتى وايد طويلة العمر الان وزاره الموارد البشريه والتوطين لو عندها مثلا الان شو تسوي؟ الشركات اذا انا عندي شركه صاحب انت صاحبه شركه زين صحيح ويتي مثلا وظفتيني انا كمواطن شو يسوونهم يعطونك امتيازات امتيازات يعطونك من الوزاره انت تتمتعين بامتيازات غير عن الشركه الثانيه اللي ما فيها توطين وبعدين على فكره توطين يوفر لي انا كصاحب شركه امور كثيره لا أبا تذاكر وامور كثيره كمواطن يعني زين هاي الامور ولا بسوي لي اقامه ولا بسوي لي اي شيء هاي الامور هاي كلها انا اوفرها كشركه في المقابل لو في طويله العمر نسبة معينة لكل شركة أو مؤسسة يا طويلة العمر عاملة في الدولة توطن بنسب معينة هاي الساعة وزارة الموارد البشرية والتوطين تقدر تفرض عليهم زين بس هنا يا طويلة العمر وزارة الموارد البشرية ما تقدر تفرض عليهم وطنوا ولا ما توطنون ما تقدر في توجه للتوطين بس ما في قانون ما يلزم هالشركات الله خير. أنا هذا اللي وياك فيه أقول لك أنا 9 سنين إلا تحديث ما خليت معرض ما خليت جهات حكومية أسير لها بريلي أخلي ريلي يطلع من دوامة عشان يوصلني أنزل أوراقي ويقولون ما يخصنا روحي توطين نروح توطين يقول والله الجهات ما زقرونا وأنا مصدقة توطين ترى لأن هاي الأمور الجهة هي اللي لازم تزقر الموظفين إنزين المعارض السنوية اللي تستوي ما نخلي والله حتى انقطع الأمل 9 سنين ونحن نسير وأملنا بالله حتى الديوان طرش لرسالة يقولوا لي راجعي توطين ما يخصني الديوان ما طويلة العمر الديوان لو وصلت إلى الديوان يقول لك شري توطين والله أبوي محمد بن زايد معلش طويلة العمر معلش أختي العزيزة حتى محمد بن زايد الآن أنت معلش أختي العزيزة الآن محمد بن زايد لون حمد لا ما يرضاها معلش يعني ما معلش أختي العزيزة لا بوضح نقطة واحدة الله يطول عمرك خليك الآن طويلة العمر الآن محمد بن زايد الحين ابن فرين الله يطول عمرك خليك مثلا سرت له انا وقال وظفوا عبد الله راشد سرتي انت قال وظفوا حمدان لا اقول لك طويلة العمر الان محمد بن زايد كلنا محمد بن زايد كلنا عياله واخوانه واهله زين يا طويلة العمر محمد بن زايد شو يقدر يسوي الان اذا مثلا بعد ما يجي محمد بن زايد يقول وظفوا فلان وفلان وانا ما يوظفني صح ولا لا ما يشتي بعد حتى هو ما يرضاها الآن محمد بن زايد مثلا يوم تين أنت وأي أنا يقول لأمي هذه يقولون راجع لأنه هم أصحاب الشأن هم اللي منوطة لهم هاي الشغلة شغلة التوطين هم اللي يتواصلون الجهات الطالبة للعمل إنزين ترى توك تقول لي صار توطين حتى ما يقدر إلا إذا ما يقدرون ترى أقولك ما يقدرون أنت خبرني وين تصير نطلب وظيفة في الفضاء والله يا طويلة العمر ما الواحد ما له شيء حتى في الفضاء بنصير المهم نداوم ما الواحد ما يأس يتيم يعيل عياله 9 يعيلهم هو يتيم أخوانه كلهم إنزين وأنا ويا عندي عيالي ياسين بالأجار من 9 سنين الحين في أبو ظبي هذا كله شو مش مصاريف حتى مو بقادره انا البس ليش ما اقدم على البيت طويلة العمر ما شاء الله اكثر بلد في العالم يبنون فيها بيوت مضبوط مين هاي موضوع ثاني دخيلك لا تفتح المواضيع ليش يا طويلة العمر ليش لا اقول لك الحمد لله الحكومه موفره الله يطول لي عمرك يعطوني قرض يعطونك 2.5 مليون اللهم قرض اللهم لك الحمد والشكر بخبرك والله العظيم مقدمين والراجع وما خلينا بعد هاي روحها موضوع ثاني لا في خلل معلش اذا ما اعطوكم في خلل معناته لا هو يقول لك في البروسس بعده من 10 سنين مقدمينها هي من 2013 تقريبا من 2013 حرام عليك مستحيل لا في شيء في الموضوع لا الله يهديك لا تقول حرام عليك لا اقول لك يا طويلة العمر معلش اختي العزيزة معلش في شيء في الموضوع مو طبيعي موضوع اذا تقولي لي انا من 10 سنوات مقدمه بيت في ابو ظبي وما حصلت الموضوع ما طبيعي اقول لك على الهواء مباشره الموضوع لان هذا قايلي لي روحي راجع الديوان في عندك يعني في عندك انت في عندك مشكله معينه ما عندي مشكله
لا يقول لي بس الديوان بعده والديوان يقول لي ليش ليش يقول كل المواطنين يوم يشيلون ما يقولوا لهم راجعوا الديوان ليش انت انا ايش دراني هذا لا في شيء في شيء في الموضوع في شيء جزاك الله خير لا في شيء في الموضوع لا اختي العزيزه عشان نوضح النقاط ما يستوي عيلهن يا طويله العمر ما شاء الله الدنيا هاي كلها في ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد كل يوم كل ثلاث ايام ما شاء الله عليه يطلع من احنا يا 2000 قطعه ارض الحمد لله رب العالمين في في في, في, في العين ومن وفي وفي في الغربيه الحمد لله رب العالمين يعني من الشارجه بس عايشه في ابو ظبي شفتي كيف شو قلت لك انا ايه فاقول لك هاي منحه موجوده بس بعدها ما طلعت ها شفتي انت تبغين لا معلش انت لا انت طويله العمر معلش انت في هالحاله تبغين استثناء شو قلت لك انا المستحيل انا عارف طويله العمر مستحيل لا تشوف وي براش ما يستوي ترى انت لقيتك وين زين زين انا في الشارجه هناك شو اقول لك ترى شو اقول لك انا ترى اقول لك انا اقول لك مستحيل ابو ظبي 10 سنين تقولي لي لا مستحيل في غلط الموضوع انا اقول لك يا طويله العمر نرجع الى موضوعنا طويله العمر الاولاني موضوع الشغل قولي زين انا هذا اللي ياسا اقول لك عنه هاي مواضيع الديوان نحن نتابعها مو مقصرين فيها والحكومه مش مقصره وما عليه راجع حالنا حال لوادم الحين هذا خلها موضوع يقول لي المنحه وما منحه وخلاص تلقيت في الشارجه انا ما عندي اي هاي امور اداريه طويله العمر متعرف عليها اداريه نفس ما انت قلت ما عندي خلل ولا شيء الحمد لله زين انا سالفتي سالفه الحين الوظايف انا صار لي 9 سنين متخرجه من كليات التقنيه انا ما خليت مكان لا في ابو ظبي ولا في الشارجه حتى انا وانتقلت ويا رايلي ابو ظبي قلت يلا ان شاء الله الله يفتح علي وعيالي كلنا صار لي 9 سنين الحين ادور وظايف وقلت لك ما خليت لا باب ديوان ولا خليت باب توطين ما دقيت بابه ولا حتى الجهات الحكوميه انا ابو حتى في التدريس قلت لهم ودوني برايه المهم ابو وظيفه حكوميه اساعد فيها بيتي عيالي صح ولا لا ما حد يرضاها يا ابوي هذا موضوعي انا بس اللي اباه حتى يوصل انا ولي الامر انا بس اباها توصل لولي الامر انا ادريبها ما بترضي ليش لان انا ما كل ما اقدم يقول لي سيري حق جهه وجهه 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 ما خليت حتى معارض ما كتبت فيها انا ابو والله قمت احس عمري طلابه لا ما انت تطلبين وظيفه يا طويله العمر هاي لا هاي ما فيها خجل ولا في معلش هذه ما فيها خجل ابوي ساميه لخدمه الوطن هاي هذه ما فيها خجل ابوي انا ابغي اشتغل ما فيها خجل ما بسالك فلوس انا ولا اطلب صدقه من حد بالعكس انا ساير ابغى اشتغل نعم تامل اي خير ان شاء الله تامل اي خير ان شاء الله والله من 9 سنين اقول ان شاء الله امل خير قولي ان شاء الله دائما لا تقطعين الامل بارك الله فيك قولي ان شاء الله يا طويله العمر لا تقطعين الامل بالله كبير ان شاء الله مقاطعه باب الامل مو مقاطعه باب الامل انا عايش في بلاد خير وعندي امل في كل صغير وكبير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب اللهم لك الحمد جزاك الله خير الله يطول عمرك يا محمد ان شاء الله يا ربي تصلي لي عقب فتره تقولي لي حصلت امين امين والله لا تصل فيك لا تقطعين الامل يا محمد خليك دائما ان شاء الله ان شاء الله يخليك دائما والله والله يعني اباها توصل انت حتى طرش رساله من عندك انا طويله العمر بقول لك شغله خالتي بقول لك شغله اختي العزيزه حمدان دائما يعني ما يتعلق بالوظائف اكون وياك صادق يعني الان قدمنا نحن 10 في جهه معينه صحيح خذوك انت وما خذوني انا هني ترى اللي صاير يعني مثلا لو يقدمون مثلا انت عندك انت تعرف انا ما في معايير في معايير حق المقابله سويتي مقابله شيء لا ولا مره هاي المصيبه ولا سويت مقابله مول والله ما شيء يمكن مره من 3-5 سنين قال والله لان عندك حد من اهلك في الشركه ما نبغى هذه قانون الشركه هذا قانون ترى بعد يا طويله العمر هذا قانون انت تشتي محابه وامور كثيره الدنيا وهذه ترى بعد وايدين هاي ما تسمعين انت كل حد قال لك ايه والله هذا شغل اهل وهذا يقول يعني ما والله العظيم اللي اكتشفت في نفس الحزه وانا طالعه ان اخوان ياسين يتريقون وهم يشتغلون شو رايك اخوان ما يخصهم اخوان ما يخصهم لا قصدي مسؤول في الشركه ما يستوي بس اخوان يشتغلون في الشركه اخوان يشتغلون في نفس الشركه عادي يا طويله العمر ما فيها شيء كانت اختي هي اللي تشتغل وتوها متوظفه من كم من سنتين ثلاث ولقيت تحت خوات بنتين واخوان اولاد شو رايك انت وتعرف عليهم بعد والله هاي المصيبه حالي عورك اكثر من حال يا اخوي براشد يعني انا بس لو انها قانون برايي على عيني وراسي ما ارفض هالشيء انا حتى فرصه للمقابله ما انعطي يمكن بعد يوم ما بغوش قالوا لك كذي يبغون يزحلقون ما صارت قالوا انه ما صارت لان البند الاول لم يتفق قلت مو مشكله تغيرت القوانين هذه ليوم توظفوا وغير عن يومين الحين
ربك خير صح ولا لا؟ تأملي خير. والله جزاك الله خير. شو الواحد بيقول؟ انا صدق والله باها توصل من عندك لين ابوي الشيخ محمد صدق، لان صدق تعبنا تعب. ريلي عيل ليتام خواته تسعة اشخاص. الله 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 يعين ان شاء الله يا رب. شو بنسوي نحن بعد وانا عايشه بالاجار هني يا زين؟ ليش ما تين تسكنين الشارع؟ ريلي دوامه في ابو ظبي، وين يطلع؟ زين يا اخي شو المشكله؟ اسكنوا انتم بالشارع في بيت احسن لكم عن الدوام. وين اسكن في الشارجة؟ ما عندي بيت بعد، ما طلع المنحة ترى، تونا نتكلم. وين اسكن؟ قدمتي في الشارجة يعني؟ مقدم، المنحة موجودة، يقول لك راجع الديوان ومد الديوان للاشغال وبعدها ما طلعت، وهذا في ابو ظبي البروسس. خلها على الله. شو لا الحين شو؟ لا لا ما الشارجة ما يخصها في ابو ظبي طبعا، معلش. لا لا انا مقدمة، طالعت لي منحة من ديوان ابو ظبي جزاك الله خير. عرف الشارجة لا لا هي في الشارجة، المكان في الشارجة الارض، بس المنحة طلعت لي في ابو ظبي قالوا لي حولناها على الاشغال. ويلا قوم تعال راجع انت صح ولا لا؟ تأملي خير. كيف اعيش؟ وين اعيش هناك؟ بالله عليك اخلي ريلي وعيالي وين اسير؟ انت قول لي لكم بيت تحولوا كلكم وريلك لازم. يا ريت ان شاء الله، يا ريت لو ان شاء الله. ليش وايدين يشتغلون ابو ظبي يصيرون يردون يسكنون ابو ظبي؟ ريال بيسكن ما بخلي والله، وما بخلي عيالي اولاد بدون ابوهم يربون. ليش؟ ليش الام اللي بروحها ما تصفق؟ لا يا طويلة العمر هالكلام غلط، مع احترامي لك. لا مع احترامي لك الغلط. لا لا انا من النوع اللي ابا عيالي يربون. لا طويلة العمر عيني وراسي، بس هذا الكلام اذا الاب يشتغل ويسعى لاجل عياله ويغيب غابوا يا طويلة العمر. 4 سنوات كانوا يغيبون وحليلهم يسيرون الكويت ويسيرون الدمام ويسيرون وعلى ايام اول نفس العمليه يا طويلة العمر. الان الام الام هي كل شيء يا طويلة العمر، الأم هي كل شيء في البيت. الله يسلمك بالعكس. اي والله الله يسلمك. الا اذا انت ما تصبرين انا غير يستوي. لا تعلثين بعد. بعد شو نسوي بعد هاي الدنيا؟ رايلك وعيالك بعد يستاهل. الله يسلمك خليك. جزاك الله خير. حياك الله خير الرحمن. يا هلا وسهلا. حياك الله. مرحبا مرحبا. الله يبارك. يا هلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. السلام عليك يا ابو راشد. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ الله يجزيك خير. الله يطول عمرك ويبجيك. حال والده والاهل ونعم الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الحمد الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب العالمين جميعا يا سيدي جميعا. يا سيدي اول شيء الله يطول عمر حكومتنا الرشيده. امين يا رب العالمين. وعندي مناشده لسيدي الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ هزاع بن زايد. نحن 1,000,000 شخص واحد يصيح 1,000,000، هل يعقل في دولة الإمارات؟ أنا رأيي من رأي ضاحي خلفان. اللي قال فيه يجب على اتحاد الكرة الاستقالة، وأنا ناشدهم وأقول لهم خاف والله فينا وخاف والله في شعب الإمارات. يا جماعة ما في بيت ما يصيح، والسبب اتحاد الكرة. بسنا هلكنا، شمتوا العالم علينا يا جماعة، ما يصير هالكلام. إذا كله ولا بد أنه يجب أنه يتدخل سيدي الشيخ هزاع بن زايد، أو يتدخل محمد بن زايد، أو يتدخل سيدي الشيخ محمد بن راشد. دخيل الله ودخيلكم ما نلقد الليل، ترى بتصير مشكلة والسبب أنتم. والله العظيم نشتري لهم كتاب كذاب والله لا رشم اتحاد الكرة. أنا أقولكم وأعطيكم الأسبوع عن سجن عن عدم، ما في مشكلة. أنا مواطن ولكن ما أرضى على حكومتي ولا على شعبي. أنا معلش شوي 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 معلش 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 خالي شوي شوي لو تكرمت خالي. نقضة نظام بارك الله فيك. معلش حبيبي حبيبي معلش زين نقضة نظام. ليش ما تنام الليل؟ الحمد لله شو فيك بخير. اللهم لك الحمد والشكر. غلطان غلطان ما تنام الليل غلطان. عفوا معلش مريض فيك شيء؟ مريض من الكرة. لا لا مع احترامي لك. لا معلش معلش حبيبي حبيبي. أول شيء تقولي شخص واحد يصيح 1,000,000، منو هذا يصيح 1,000,000؟ شخص واحد منو الشخص؟ مروان من الغليطة. لا لا ما احترامي مروان من الغليطة. ما احترامي لك يا طويل العمر معلش حبيبي حبيبي. ويتحكم في مشاعرنا. لا لا يا ريال ريال ما معلش ابو علي ابو علي معلش. اي رجل معلش واحد ما يعرف كرة. لا لا ما ما انتم ما انا وانت اللي مقيم يا سيدي. ما لا ما جايين علشان الفلوس. لا لا جايين علشان الفلوس. معلش 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 شوي شوي نقطة نظام يا طويل العمر. نقطة نظام أول شيء يا طويل العمر خالي. هدي أعصابك أول شيء.
هذه يا صبري ترى ما بينفعك المنتخب اذا سوى بك شيء. اي يا اخي ايش سوي فيي اليوم؟ بيخسروا لك هالثلاثة. لا يا ريال الله يخليك. بعدين ما بخبرك شغله. الحين عيال زايد بخبرك شغله. اسمعني زين بقول لك شغله. خالي الحين بخبرك بقول لك شيء. الحين عيال زايد يا طويل العمر. شو الكلام هذا؟ نصيح حساب كوره اخلى. الحين ريايل في الميدان ما نصيح يا طويل العمر. الحين ريايل ما يصيح له الرصاص. الرصاص يا طويل العمر. الرصاص والقنابل والالغام والمدافع هذه ما تصيحنا. ما نصيح حساب الكوره. الله يخليك ويسلمك. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. والكوره ما باخر المطاف. بارك الله فيك. ما باخر المطاف ابدا الكوره. نحن الحمد لله رب العالمين عندنا انجازات. اذا انت بخبرك يا طويل العمر الشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه بنا مجد. زين بنا مجد بنا بالعز وبالاخلاص وبالمحبه. الله يطول لي عمرك ويخليك. نحن ما نبغي نبني مجد بالكوره مثل غيرنا. لا بارك الله فيك. هذا اللي يبني مجد بالكوره هذا غلطان يا طويل العمر. الحين نبني مجد بامور اخرى. بارك الله فيك. هذا مجد بنا زايد. ما نبني مجد من وراء الكوره. مجد من وراء الكوره يا طويل العمر. مجد من وراء الكوره. الله لا مجد من وراء الكوره. الله لا ترجع. مجد من وراء الكوره ما نبغيه. الحين الحمد لله رب العالمين تخطينا امور كثيره. بارك الله فيك. الكوره مو باخر المطاف يا حبيبي. الكوره مو باخر المطاف. شويه من العقل يا طويل العمر وشويه من الرزانه وشويه شويه من العقل وشويه يا طويل العمر. الحين شو خلينا الليهال اذا احنا رجال الكبار بنتكلم الكلام هذا؟ بارك الله فيك. لا شويه من العقل. بارك الله فيك. والركاده والهدوء. الله يطول لي عمرك. الحين خسرنا في الكوره يا سيدي 74 والحين 2000. عمي عاوزنا نرجع نركض ورا هذا يا اخي. لا تركض اذا ما عندك روح. اذا ما عندك روح رياضيه. اذا ما عندك انت تقول مسخرونا شمتوا العالم علينا. ما حد يقدر يشمت علينا الحين. ليش هذا الكلام غلط مردود عليه؟ بارك الله فيك حبيبي. اذا انت انسان ما عندك روح رياضيه لا تتابع الكوره. قاعد في بيتكم خالي. اقول لك يا بكل صراحه ولا تزعل مني. الكوره غالب ومغلوب. لا يصير يصير الكره غالب ومغلوب. طيب يا اخي ليش ما يصير تغيير؟ انت تبغى تغيير في شو؟ لحظه خذني حبه اقول لكم حبه طويل العمر. تفضل. التغيير بالصراخ ما بيصير. زين اي بالصراخ انه واحد يطلع ويصارخ ما بيصير تغيير. هذا اول شيء. ثاني شيء يا طويل العمر معلش طويل العمر. ثاني شيء هذه اهواء. اذا مشوا الحكومه او اتحاد الكوره او اي حد مشوا على هواي وعلى هواك ضاعت البلاد يا طويل العمر. لازم ليش يكون ما عليه لحظه زين في كل القرارات. انا اتكلم عن الكوره. انا اتكلم عن الكوره. الحين ما يعيبنا شيء. ليش ما نكون صريحين؟ انت اول الناس شو قلت يوم امس فازوا على استراليا؟ اول الناس شو قلت انت؟ كن صادق. شو قلت؟ لحظه زين قل لي شو قلت يوم فازوا على استراليا؟ تاملت خير. لا شو قلت كلنا تاملنا خير. شو قلت يوم فازوا على استراليا؟ أنا قلت الحمد لله أن بنوصل للنهائي. ليش ما تكلمت الكلام هذا؟ كيف ما تكلمت الكلام هذا؟ لكن صار في غلط. حبيبي بقول لك شغلة. اسمعني بقول لك شغلة. إذا الحكومة أو اتحاد الكرة أو المسؤولين على الكرة قلت لك مشوا على هواي أنا وكنت الحين كلنا يا طويل العمر نبغي الحين كلنا نشتري مدربين. كان مهدي علي ما عيبنا. ريال حقق انجازات وكل شيء ما عيبنا. قلنا مهدي علي ما بزين. شلوا مهدي علي ما بشلوا عشاننا. لا هم ارتأوا ان مهدي علي شافوا ان الرجل ما قصر جزاه الله خير ورجل اعطى اللي عندي جزاه الله خير. والحين الان نتطلع الى ان يكون يمسك المرحله القادمه يكون له مدرب اجنبي. يا بولنا من احسن المدربين. زين ما عيبني انا وما عيبك انت وما عيب الثاني. نحن نبغي ندخل في الملعب ونحط التشكيل ونحن نبغي بنغليطه يمشي على هوانا ونبغي فلان يمشي على هوانا. ما تصير الامور بالطريقه هاي. بارك الله فيك. والله بالطريقه هاي والله اذا مشوا بالطريقه هذه يا طويل العمر كل يوم بيغيرون مدرب وكل يوم بنستوي كلنا في الامارات رؤساء اتحاد كره. انت بتسوي رئيس اتحاد كره كل يوم بيحطون رئيس اتحاد كره. بيحطونك انت انا بيي بقول هذا ما بزين خوزو. بيحطوني انا بقول بتي انت بتقول هذا ما بزين وبنستوي. هل ما جرى على هذا الوضع؟ معلش الامور يا طويل العمر. دائما الواحد يوم يطالب بالتغيير بالتعقل. في عندنا قياده الحمد لله رب العالمين حكيمه توزن كل الامور يا طويل العمر. نهايه ان نحن خسرنا وطلعنا من تصفيات كاس اسيا مش نهايه المطاف يا طويل العمر. ولا ان انا قلت لك الحين ما نبغي نحقق انجاز من خلال الكوره. الحين انجازاتنا تحققت
بأمور أخرى الحمد لله رب العالمين. الحين بلدنا الحمد لله رب العالمين أصبح يعني من مصاف الدول المتقدمة، الوين ما نشيل الحمد لله رب العالمين. الحين الكل يرفع لنا القبعة إلى الأشياء اللي وصلنا فيها. الحين بنينا مجد يا طويل العمر من أشياء كثيرة، فما نبغي هذا. لا تطالع أمتين، لا تطالع أم يا 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 فريق. لا شوف بقول لك شغلة، اللي أقوى عنك اللي أقوى. ما خي ما عندك لعيبة، وين يبولك لعيبة؟ قول لي وين يقولك لعيبه؟ قول لي موجودين. وين موجودين؟ وين موجودين؟ وين موجودين؟ ما عليش وين انت الان؟ وين موجودين يا اخي؟ ما يستوي نحن ندخل، ما يستوي نحن. لا كلامك يا اخي من منطقي، كلامك من منطقي. نحن ندخل في تشكيل يحط نحن ندخل في تشكيل يحط المدرب، ما يستوي. نحن نبغي نحن كجمهور يالسين نبغي هذا يحط اللي يحط فلان. هذا مدرب ايش حقه جايبينه؟ اي ما في داعي يجيبوا مدرب. نجلس نحن كجمهور يسوي لنا استفتاء، يقولون باكر بيلعب المنتخب ابوي، منو تبون في التشكيله؟ وياخذون بالتصويت ويحطون التشكيله. ما بدون مدرب ما يبقى. الحين كلنا استوينا، الحين كلنا استوينا محمد رسول الله، كلنا استوينا مدربين. فالامور ما بالطريقه يا طويل العمر. الان الحين يا طويل العمر خالي الكلام ما في فايده. الان الحين شوف الكلام ما في فايده، الكلام ما في فايده. يوم يا شيخ زايد انا بعطيك مثال واحد زين. يا شيخ زايد الله يغفر له ويرحمه زين، الله يرحمه الله يغفر له، سوالنا هذا المجد كله بالكلام صح ولا لا؟ لا، سوالنا هذا المجد بالعمل. اللي يتكلم ما ينجز. دائما الإنسان اللي يقول أنا وأنا 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 هذا فرع عصوب ما يسوي شيء. الحين الآن نخلي الكلام عنه، اللي صار صار خلاص، اللي فات مات. الحين عيال اليوم عيال النهاردة عقول إخواني المصريين الآن في نبغي نحن يا طويل العمر نشتغل من أجل شو؟ من أجل المنتخب. زين إيه؟ نبغي نشتغل طويل العمر بالكلام، وإن فلان سوى ونرد ونعلق الشماعة، نخلي فلان وفلان شماعة. غلطنا في هالمرحلة قلنا ما يا أخي يا طويل العمر، غلطنا في هالمرحلة قلنا مروان بالغليطة، غلطنا في المرحلة اللي قبلها، في المرحلة اللي قبلها قلنا السركال. ما يستوي، بارك الله فيك، ما يستوي نخلي الناس شماعة. نحن يا طويل العمر في أخطاء ماشي في كل عمل. الواحد اذا ما يعمل اذا ما يخطي ما يعمل. انت اذا ما اخطيت يعني انت ما تشتغل. اعطني اتكلم بس دقيقه. انت جيتني انت ما اعطيتني فرصه بين بموت وهذا. الحين ما الحين يا طويل العمر. وبعدين شمتوا العالم على شو؟ شمتوا العالم علينا. خسرنا في كوره عيالك. المانيا راح مجد المانيا يوم طلعت من كاس العالم راح مجده. لا بارك الله فيك، ما حد شمت علينا. هذيل طويل العمر الحين لا تاخذون بالامور هذه. انتوا اطلعوا كان واحد تافهين من فريق فازوا وخذوا بطوله، اطلعوا كان واحد تافين وقالوا نحن فزنا عليهم. لا تاخذون الامور بالطريقه هذه. فازوا حلال عليهم، اقوى عنك. فازوا اقوى عنك، فريقهم اقوى عن فريق. كلش ما تعترف. مجنسين ما مجنسين كيفهم؟ هذا منتخبهم والاتحاد الدولي راضي فيهم، والاتحاد الاسيوي راضي فيهم. نحن يا طويل العمر اذا اخذنا الامور بالطريقه هذه والله شمتوا علينا وفازوا علينا. هاي شغل يهال بارك الله فيك. ممكن احنا رجال الله يخليك. وما نصيح تقول لي انا بموت وانا بصيح، هذا الكلام ما نبغي يا طويل العمر. وانا بس احرق اتحاد الكره ابتزاب، شو المنطق هذا؟ لا انت لا، لازم يكون شوي في عقل. ما نتكلم الكلام هذا مني، انا اعطيتك فرصه تتكلم. ما نخلي هذا، ما يجب. انت رجل ما تتكلم الكلام هذا بارك الله فيك. انت رجل عاقل، رجل عاقل، رجل. انت تشجع المنتخب من زمان، انت بالعقليه بتشجع المنتخب. بتموت وبتخلي الصغاريه بتعلم الصغاريه اللي بيسمعونك بيقولون والله هذا كلام صحيح، لازم شيء نحرق اتحاد الكره. بارك الله فيك، بتواصل وياك بعد الاذان. خلني اريح شوي، وايد ضايجت بتراك من كلامك. بتواصل وياك بعد الاذان. سرس تيدد وصل لك ركعت، صل لك ركعتين زين، تيدد صل لك ركعتين واستهدى بالله وتعوذ من ابليس زين، وقول الله سامحني على الكلام اللي ما بزين قلت حق تجاه الاخرين. هي ما بزين، ما بحيث ان يرفعون عليك قضيه مروان من غليط وهي اكبر عن الامور هذه كلها. لا يا ريال، ما الحين ما نبى نوصل. انا اقول لك ما نبى نوصل لهالدرجه. في اي ساحه؟ ما اي ساحه بدوله الامارات نحكم اعدام؟ شفت هذا كلام الحين، هذا كلام الحين بيقولون انت ما بصاحي. والله العظيم لا مو صاحي، خلوا فينا عقلهم علشان لا فينا عقل. الحمد لله رب العالمين. اقول لك انا ما استوي خفيف، خلي الكوره تلعب بي. الكوره يلعبوبه ما خليها تلعب بي يا جماعه الخير. هذه الكوره يلعبوبه، لا تخلي الكوره انت تخلي الكوره تخففك. انت تسوي اثقل على الكوره. نحن خلي الكوره يجيني هفان من وراء الكوره. الله لا ترجع من كوره، والله لا يرجع من فوز. الله يخليك. ايش حقه شريان واحد بيقولون في جلطه، ايش جاي انك؟ ولا حد بيقول السلام عليكم، بيقولون خبله اكو في المستشفى زر عمر وطح. ما بيقولون بعد مسكين وهذا ما حد بتمرض روحك، ما حد بيمرض وياك. هل انت يوم تفرح
يفرحون الناس كلهم ياكم. تزعل تزعل روحك يكون فرح يا طويل العمر. انا فرحان طلع المنتخب والله، طلع المنتخب حبه وكرامه على عيني وراسي. طلعنا بشرف، نافسنا ووصلنا للادوار النهائيه وطلعنا حبه وكرامه، وكان نمره واحد اللهم لك الحمد والشكر. انت يا لا تحسب خسارتنا ان خساره الامارات، لا الامارات ربحانه في كل شيء، خساره واحده في الكوره ما الله باسمي. المانيا يوم يوم طلعت من كاس العالم، المانيا كم مره ماخذ كاس العالم؟ شاتوهم من الادوار الاولى، طلعوا من كاس العالم. الله يخليك، سر صل سر صل بارك الله. لا حول ولا قوه، اخرت لذان بعد تعود من ابليس بارك الله. سر سر صل سر صل صل وبتواصل وياك بعد الصلاه، عندي كلام وايد ياك اليوم، الحلقه كلها لك، نتواصل بعد هذا الفاصل. لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم 600551610 أو من خلال رسائل نصية القصيرة على 7009. وأنا أرحب بكل مشاركاتكم. موضوع الكورة برد شوي، عندي كلام وايد ما بالحين عاد، الحين عندي ضيف عزيز هني أخوي أبو محمد سعادة الأستاذ علي محمد الراشدي مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الشارجة الخيرية. يا هلا وسهلا فيك يا محمد. يا حي الله أبو راشد. أسفرت وين ورت؟ الله ينور عليك. كيف الحال؟ وين هالغيبة محمد؟ موجودين والله يا أبو راشد في دارك وفي العمل الخيري الحمد لله بجمعية الشارقة الخيرية. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. ويسلمون عليك إخوانك أعضاء مجلس الإدارة. الله يسلمك. ويهدونك السلام ويشكرونك على هذه الاستضافة. لا بالعكس يا طويل العمر. واللي أنت دائما ما شاء الله عليك مفتاح للخير ودائما تقف معنا في مشاريعنا العديدة والمتنوعة. أنتوا جزاكم الله خير. شوف هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى إن الله يسخر لك ناس يشركونك، هم يسوون خير ويشركونك، وتكون انت جزء بعد من هذا، يعني جزء من مثل ما تقول من يعني موصل لو بسيط. فهذا الحمد لله رب العالمين، هذا اللي نتمنى. جزاكم الله خير. طبعا جمعية شارجة من الجمعيات المعروفة، ما لو بنقول انا ما بنقول او بنقول عنكم انتم كعاملين في الجمعية ما بنقول، تأسست طبعا بامر سامي من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الاعلى الاتحاد حاكم امارة شارجة الله يحفظه، وايضا هو الداعم الاول والكبير وحرم سمو الشيخ جواهر بنت محمد جزاه الله خير، ايضا هم الداعمين لهذه الجمعيه وكثيرين من الناس الاخوان المحسنين في هذا البلد الطيب من شيوخ وعمي جزاهم الله خير، ايضا الشيخ عصام بن صقر جزاه الله خير يعني يدير الدفه بكل الاقتدار جزاه الله خير، ايضا انتم العاملين في هذه الجمعيه لكم دور كبير ايضا في مثل ما تقول استقبال المساعدات، حث الناس على الاعمال الخيريه، ايضا سفركم جزاكم الله خير لبلدان عده للاطلاع على احتياجات الناس في الخارج، ايضا تخصيص بعض الميزانيات من هذه الجمعيه للعمل الخيري في الداخل الحمد لله رب العالمين، مساعدات في المقام الاول يتعلق بمساعدات المرضى بإغاثة الناس اللي خارج الدولة إذا صار لا سمح الله أمر طاري، فهناك أمور كثيرة تقدمها هذه الجمعية الحمد لله رب العالمين. أيضا عندكم درهم خير ومسوين أنتم درهم الحمد. درهم الحمد هذا الحمد لله رب العالمين، هذا درهم الحمد ينخصم عنك كل يوم إذا أنت مشارك درهم واحد. تخيل شو عطنا مثال واحد شو تسويته بالدرهم الحمد هذا أبو محمد. إيه؟ ما شاء الله يعني إيه؟ مشاريع عديدة ومتنوعة. هذا من درهم الحمد بس. شوفوا عديدة ومتنوعة. درهم الحمد أنا أبو. هذا فقط هذا عن درهم الحمد. إيه أسمعوا الله يخليكم، هذا درهم الحمد يأخذون عنك كل يوم درهم واحد. شوفوا درهم الحمد في 2018 شو سوى. هذا ما شاء الله أبو راشد، درهم الحمد هو يتم اقتطاع درهم واحد يوميا من هاتفك، أنت ما تتعب نفسك ولا شيء، مجرد أنك تشترك إلى 310 إذا كنت اتصالات وتكتب كلمة حمد أو ذو 10/11 أيضا تكتب كلمة حمد وتشترك. الحمد لله عدد مشتركين أبو راشد وصل 25,000، لذلك الحمد لله أنت تشوف تقول 25,000 مشترك، وإن شاء الله نطلع 1110. نعم 1110 حمد اتصالات، 10 يعني 10/11 حمد هذا دو. نعم والله انا ما بقول نحن ابو راشد هذا صدقه جاريه، وانت واخواني المستمعين ادرى بفوائد الصدقه ودورها. هذه الصدقه درهم واحد انت في نظرك قليل، نعم، لكن درهمك مع درهمي مع درهمه يصل 25,000 درهم يوميا يعمل المعجزات، ونحن الحمد لله الحمد لله هذا الدرهم
عملنا شو سوى الدرهم عام 18 عام 2018 فقط درهم كل واحد الان اللي يخصموني عنك في التليفون شوفوا شو سوي الله يخليكم نحن شوفوا الدرهم الواحد واثار لا تقول درهم في ناس ابو محمد في ناس يقول لك انا درهم شو بيسوي اذا ما تبرعت تبرع ب 1000 ولا 150 وانا ما اقدر لا درهم لا والله يا براشد نحن سهلنا على المتبرعين وهذه صدقه جاريه نعم والصدقة الجارية تحميك من المصايب تشفي مريضك حتى عن بلادك أبو محمد عن بلادك نعم وعن نعم مالك تحصين لمالك نعم وتحصين نعم لعيالك وتحصين لك ولأسرتك قول أبو محمد أبو راشد ما عليك زود نحن عملنا الحمد لله 50 عملية غسيل كلى من درهم واحد إخواني وعالجنا 520 شخص مريض بأمراض العيون المختلفة بدرهم واحد وتطعيمات ما شاء الله نحن طعمنا أكثر من 500 شخص في مختلف دول العالم في 110 دولة في العالم 110 دول نعم في العالم 500 تطعيم نعم الحمد لله أبو راشد بنينا 112 بيت للفقراء يا جماعة الخير شوف الدرهم يبني 112 بيت درهم واحد وين فقير درهم واحد معقول انت ما تتوقع ان درهمك يبني 112 بيت يلتحف السماء ابو راشد ويفترش الارض يا الله نحن خذناه وهيئنا لبيت يقي من البرد ومن الشمس ومن تقلبات الطقس المختلفه حوالي 112 بيت والخير قادم ان شاء الله هذا ليس الا بدايه انا اتكلم الدرهم الواحد اللي انت تبرعت به كل يوم درهم في خلال 2018 درهم الواحد ما شاء الله عندنا 40 مكينة خياطة هذه المكينة تكفي أسرة كاملة ويستفيد منها أهل القرية كلهم معمل ملابس نعم معمل صغير بحيث أنهم يخيطون ملابس أسرتهم وملابس أسرة الفقراء المجاورين لهم شوف شقاي الله يجزيك بنينا 6 آبار كل بير يخدم له حوالي 50 أسرة شوف كم يشربون كاملة كم يشربون ماء من الدرهم مالك شوف وماء يعني بالبلدان فقيرة ومعدمة الحمد لله عملنا 3 محطات تحلية مياه يشربون مياه غير صحية مياه ملوثة مما سبب أمراض الإسهال والأمراض المختلفة لهؤلاء الناس لكن الحمد لله وفرنا لهم ماء نقي يصل إلى منازلهم من هذا الدرهم يعني اللهم لك الحمد شرينا 3 أجهزة طبية متنوعة بنينا مدرسة واحدة عملنا 1 مستوصف طبي عملنا 31 فصل دراسي ما شاء الله من الدرهم هذا ساهمنا أو بنينا دار أيتام كاملة وانت تدري فضل كفالة اليتيم وأنك تأويه وتوفر له السكن المناسب والملائم وفرنا 30 ركشة وأهمية الركشة أنها هي مشروع تجاري متنقل يدر تاكسي يعني تاكسي مشروع تجاري متنقل يدر دخل ثابت على هذه الأسرة بحيث هذه الأسرة تصبح مكتفية ذاتيا معيل ما كان يشتغل لا ما يشتغل سهلتوا له وعطيتوا الركشة هاي وأصبح رجل منتج في منتج. البلد ويكد على أسرته ويوزع خيره على الآخرين من الدرهم يا جماعة من الدرهم الحمد لله والخير إن شاء الله قادم نعدهم بأن الخير إن شاء الله بيكون أفضل وأكبر في 2019 لكن نحن نوجه دعوة من هذا المنبر إلى أخواننا المشتركين أو المستمعين أنهم يساهموا في الاشتراك معنا لنساهم في إيصال الخير من دار زايد إلى 110 دولة في مختلف أنحاء قارات العالم 366 درهم في السنة من الشخص الواحد كل يوم درهم هذا بعيدكم يا على السريع الله يطول شوف الدرهم شو يسوي 50 عملية غسيل كلى 520 علاج عيون 500 تطعيمات 112 بيت للفقراء 300 حالة ختان الناس ما يقدرون يتختنون يطهرون ما يقدرون يا الله شوف درهم مالك شو يسوي شوف درهمك شو يسوي يا فاعل الخير مكينة خياطة 40 يعني 40 أسرة هذه اللي يستفيدون أو أكثر من 40 أسرة 6 آبار تحلية مياه 3 محطات تحلية مياه 3 أجهزة طبية دار الأيتام دار كبير للأيتام إنك تأوي يتيم 31 فصل دراسي مسوين مدرسة كاملة 30 ركشة عشان يسدونه ويسدون أهله مستوصف طبي مسوين حتى ساحات الألعاب مسوين هذا خارج الدولة تعال داخل الدولة علاج مرضى تفريج كربة تعرف إذا فرجت كربة
كم عند الله سبحانه وتعالى. من فرج عنهم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة. شو كرب الدنيا عند يوم القيامة؟ ولا شيء. مساعدات دراسية هذا داخل الدولة، قضايا إيجارية الناس اللي ما يقدرون يدفعون إيجار، الله يجزيكم خير. كانوا ناس محكوم عليهم محاكم ومتجهين إلى المؤسسات العقابية، لكن نحن رجعناهم من خلال هالدرهم، من خلال هالدرهم رجعناهم إلى أسرهم. اسمع الدرهم، وعدناهم إلى أعمالهم، وعدنا لهم الحياة من جديد. صيانة منازل، تيسير حج وعمرة، تسديد فواتير الكهرباء، بعد غسيل كلى عندك هنا في الإمارات، مساعدة للزواج إذا واحد معسر يساعدون الزواج، هذا الدرهم تساعد واحد أن يتزوج، وقف خيري، هاي الأمور كلها داخل الدولة. صدق يوميا بدرهم واحد عند إخوانك، هذا الدرهم غير مستقطع من اتصالات، ما يستقطعون من أي شيء، يوصل كامل إلى حساب الجمعية. 1110 يعني 11-10 هذه اتصالات، عن طريق الاتصالات وتكتب كلمة حمد، 1011 عنده وتكتب كلمة حمد، وإن شاء الله إن شاء الله كل ما تقدمون يا ربي في ميزان حسناتكم، وهذا اللي ذكرناه كله ثمار درهم الحمد في عام 2018 للإخوان في جمعية شارجة الخيرية. في كل يوم صدقة، يعني أنت كل يوم تصدق 100 درهم، أنت إذا صدقت بال100 درهم بتغسل كلى واحد، شوف هم درهم مالك شو بتسوي، أنت درهم واحد بتغسل كلى وبتعالج عيون وبتطعم وبتبني بيت وبتسوي ختان وبتوفر مكان خياطة وبتحفر أبير وبتسوي أيضا تحلية مياه وبتشتري أجهزة طبية وبتبني دار الأيتام وبتبني فصول دراسية وبتسوي مدرسة وبتشتري ركشات وبستوي مستوصف وبتسوي ساحة ألعاب وبتعالج الناس وبتساعد واحد على الزواج وبتدفع الإيجار عن واحد وواحد يبغي غسيل كلى ما عنده فلوس بتساعده وتسدد فواتير واحد من الإخوان أو تساعد واحد أن يصير لو واحد يأخذ درهم مالك، درهم مالك أنت ويصير العمرة وسائر 30,000 ولا الحج، تراك أنت مساهم في سيرتي والدعاء يوصلك والأجر يوصلك يا الله. ونعد إن شاء الله في 2019 بمشاريع أخرى نوعية تفيد المجتمع داخل الدولة وخارج الدولة بإذن الله تعالى. الله إن شاء الله نرد بس إلى موضوعنا طويل العمر، لكن أنا حبيت أن هذا الدرهم عجبني مكي. فكرة الدرهم وايد عجبتني، وأن الدرهم أنا بعرف الناس أن الدرهم لا تستقل الدرهم في الصدقة، لا تقول هذا درهم ما يسوي شيء، لا والله أنا ذكرت لك الأشياء كلها اللي تسويها، قليل عندك كثير عند غيرك. أي والله نعم. أي والله ملك نعم. الحمد لله نعم. الله ملك الحمد لله. تخيل أنه واحد ومحمد يالس في البيت ما عنده شغل، حاط يدي على غزو وعياله يعانين وهذا ما يعرف شيء يأكلهم، يجي درهم ما كنت يشتري ركشة ويحاول يسهل على عياله، أو واحد ما بلاقي والله يا أبو يشرب. راشد والله يا أبو راشد نحن يعلم الله ونأكد على هذا الكلام أن شفنا بعيوننا الحالة قبل وبعد. اللهم لك الحمد. هذه لما خذ هذه الركشة، لما خذ مكينة الخياطة، لما خذ غيرت حياتي. أي وسيلة قارب أو أي وسيلة تساعده على الكسب الحلال تغيرت حياته، تغيرت حياة أسرته، تغير بكل شيء. نحن لا ننظر الحمد لله لدولة الخير، لدولة العطاء، لدولة ما شاء الله النعمة الكبيرة دولة الإمارات دار زايد، ننظر إلى أخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض. هذا واجب. هم يعانون وراشد يعانون، نحن زرنا هذا تربينا عليه، نحن زرنا هذا تربينا زرنا عليه. دول كثيرة زايد كانت أيادي بيضاء امتدت للعالم كله، زايد أيادي بيضاء امتدت للعالم كله، والآن الآن الآن أنت تطالع أي شيء يستوي، في أي شيء يستوي تصدر أوامر سائمية من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وولي عهده وإخوان الحكام حمدان بن زايد بنفسه حمدان بن زايد بنفسه يشرف على كل هذه الأمور دائما. فتخيل أنت هذا العطاء وهذا الحجم العطاء هذا كله، الله سبحانه وتعالى هو وضعنا زايد الله يرحمه، وضعنا على الطريق الصحيح ونحن على أثره سائرون، على أثره نسير. نعم. الله يغفر ويرحمه، الله يغفر ويرحمه، هدينا الله يترحمنا، والله الله حامنا الحمد لله على الناس اللي يدعون لها إليه. تعال بخبرك شغلة، الصدقة أبو راشد تدفع غضب الرب. الآن أنت يوم في المسجد، أنا أمس والله أتفكر يوم الجمعة اللي طافت، الله ياسين في المسجد، طبعا تعرف الحين حكم انه قله ومتعايشين يا ناس من كل الجنسيات، اي الحمد لله. تخيل الحمد لله. يوم يقول الامام يرفع يديه عند الدعاء يقول اللهم احفظ رئيس الدوله، كل العالم
كله في كل المساجد بلغات العالم المختلفة. يقول الله كل العالم. أنت عندك براشد 220 جنسية. كل العالم يقولون الحمد لله آمين. ينعمون. يقول الله يحفظ هذه الدولة. كل العالم يقول اللهم زد البركة والخير كله. تخيل أنت هذا كله. هذا كل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله العظيم هذا دفع بلا عنا الحين. رحم الله الشيخ زايد. الله أطال الله بأعمال شيوخنا. آمين. حكام الإمارات آمين كلهم وولياء عهودهم وشعب الإمارات بشكل آمين عام. آمين آمين. أصحاب الأيادي البيضاء نعم. عندنا شعب. الله يعزك كله بيضاء اللهم لك الحمد. الله يعزك. نرجع لمشروعنا مشروع تسيير عمره لفئه العمال، المشروع هذا السنوي جزاكم الله خير ليتم من خلاله طبعا افاد عدد من العمال من جهات حكوميه وشركات خاصه ما سبق لهم انهم ساروا العمره مساكين. طبعا هناك في الشروط يجب توفرها على كل طبعا هناك شروط بنشوف الآن الشروط وشو منو الناس هاي وكم عددهم اللي إن شاء الله إن شاء الله جمعية شارجي بتوديهم إن شاء الله إلى العمرة إذا أراد الله. براشد زيارة الأراضي المقدسة أمنية لدى كثير من البشر ولدى كثير من الناس، قد تكون أمنية قابلة للتحقيق في نظر كثير من الناس ولكنها أمنية مستحيلة التحقيق أو صعبة التحقق في نظر الآخرين. نعم صحيح. هؤلاء نحن نيسر لهم هذه العمرة ونفتح لهم باب الأمل لزيارة الأراضي المقدسة. براشد فرحتهم عظيمة. لا يصدقون أنفسهم، يذهبون ودهم يعني يطيرون في الجو حتى يصلوا إلى تلك الأماكن. نحن لاحظنا لما يصلون إلى تلك الأماكن كيف يتعبدون، كيف يشكرون حكامنا، كيف يشكرون كل من ساهم بدرهم واحد لإفاد هؤلاء إلى العمرة إلى الأراضي المقدسة. فرحتهم عظيمة. نحن براشد الحمد لله في الأعوام السابقة أوفدنا حوالي 5000 شخص إلى الأراضي المقدسة متفرقين. في هذا العام الحمد لله ارتئينا أننا نلم الأسرة لتذهب معا إلى العمرة، الأب والأم والأبناء يذهبون معا، يجلسون في غرفة واحدة، يصلون في مكان واحد، يدعون ربهم معا بحيث نحدث الألفة بينهم. أرسلنا حوالي 200 أسرة بما يعادل 1000 شخص إلى الأراضي المقدسة، بحيث أنهم أرسلنا نصفهم بالبر ونصفهم بالجو. الحمد لله زاروا الأراضي المقدسة وعادوا إلى الديار فرحين مسرورين. نحن إن شاء الله مشروعنا المستقبل إن شاء الله في 19 فبراير من هذا الشهر، أي بعد حوالي أسبوعين، سوف نقوم بإرسال 1000 عامل من مختلف أنحاء إمارة الشارقة من الدوائر والمؤسسات والحكومية والمؤسسات الخاصة والشركات، وكل فقير لم يذهب إلى العمرة وراتبه لا يكفي أنه يذهب ويزور هذه الأراضي المقدسة، نحن نطلب ملفه، نطلب كشف راتب، نلاحظ حالة هذا الإنسان، عندنا وثيقة للتحقق من أنه ذهب إلى العمرة مسبقا أو لم يذهب. من شروطنا الأساسية أنه تكون أول عمرة، عمرة له وزيارة الأراضي المقدسة، ناخذهم نجمعهم نوفر لهم باصات أو حافلات حديثة على أعلى مستوى، نتعاقد مع شركات حج متخصصة في هذا المجال، نوفر لهم مرشدين من الجمعية، نوفر لهم مصروف جيب، نشترط على الحملات أنها تسكنهم في أماكن قريبة من الحرمين ليتفرغوا لأداء عبادتهم على الوجه الأكمل، وعندنا مرشدين بحيث أنهم يرشدونهم ويدلونهم على العمرة الصحيحة حسب السنة النبوية. لذلك نحن أبو راشد الحمد لله الآن توفر لدينا مبلغ لإفاد 450 شخص ما شاء الله. نحن اليوم محتاجين متبقي حوالي 550 شخص، مبلغ 1,000,000 درهم يساهم في إرسال هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين، هؤلاء الذين التجأوا إلى دار زايد، سكنوا معنا، أكلوا معنا، خدموا في هذا البلد، أدوا خدمات، قدموا خدمات جليلة إلى هذا البلد، لكنهم لا يستطيعون زيارة الأراضي المقدسة. نحن نحتضنهم
وهكذا مثل ما أشرنا عهد عيال زايد، هكذا عهد أهل الإمارات أنهم يأوون الغريب ويفرحونه ويدخلون السرور عليه. لما يعود إلى بلده أبو راشد يحكي عن كرم أهل الإمارات، عن هذه الرحلة الجميلة التي تعتبر رحلة العمر، 10 أيام مكفول ومحمول، مدفوع كافة تكاليفه، وأيضا يعطى مصروف جيب، كل هذا بمبلغ حوالي يصل إلى 1800 درهم 1800 درهم للشخص الواحد، للشخص الواحد. نعم. لكن أبو راشد عمره مثل ما نقول نحن 5 نجوم، وليس كعمرة العادية، ممكن في عمر اقتصادية، لكن نحن أبو راشد نرسلهم أساس يكون مرتاح ونمتعهم. بالضبط، أنت لأن هذه رحلة ما تساعد، شوف ما تساعد وفي نفس الوقت يا أخي تتعبه، لا مثلا ما توفر له وسائل مواصلات جيدة وتتعبه ويعاني من السفر ويعاني من رحلته هناك، لا ويعاني حتى يوم يسير مثلا يوصل للحرم تساكن مكان بعيد. لا لا نحن والله أبو راشد من شروط الأساسية أن يكون حافلات حديثة 2018-2019، ما شاء الله، سكن قريب من الحرم، قريب جدا، حتى في المدينة حوالي 100 متر، مكة حوالي 300 متر، نعطي مصروف جيب، أيضا مرشدين من الجمعية يرشدونه كيف يؤدي العمرة، بحيث أنهم لما يصل إلى الأراضي المقدسة يؤدي العمرة على السنة النبوية. نحن نريد الشخص يكلف 1800 درهم. يا إخواني لا تقولون يعني أنا ممكن بأي مبلغ أساهم فيه، أنا ما بشرط اني انا لا لا مثلا إيه؟ كل واحد على حسب مستطاعته، كل واحد وحسب استطاعته. نعم، ما بشرط اني انا اقول والله انا ما اقدر اودي نفر، الواحد المبلغ اللي عندك، طريقه الايصال هذه المبالغ. نحن كلنا امل ان شاء الله ما نظهر من هذا الاستوديو الا نبشر هؤلاء العمال بانهم تحققت امنيتهم ويعدون حقائبهم للسفر الى الاراضي المقدسه ان شاء الله يا رب. طريقه التبرع، نحن الحمد لله عندنا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة متوفرة، وعندنا مندوبية التسويق المنتشرين في مختلف الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، وأيضا من خلال المقر الرئيسي للجمعية، سواء المقر الرئيسي في مدينة الشارقة أو البطايح، المدام، الذيد، كلبة، خوربكان، دبل حسن. لذلك نحن نغطي كل إمارة الشارقة، ومستعدين أن نصل إلى المتبرع إلى مقر بيته. نعم، وممكن يتواصل معنا على الخط الرقم المجاني 800-14-814 حتى نصل إليه. عندنا حساب في بنك الشارقة، مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، حسابات مختصة في مجرد ما تقول لهم جمعية الشارقة الخيرية خلاص. نعم، نحن ميسرين على المتبرع وعلى المحسن بحيث أنه يتبرع بسهولة ويسر، ومن ممكن أن يتبرع عبر الموقع الإلكتروني وهو جالس في بيته يحتسي فنجان قهوة، يتبرع بما تجود به نفسه. أيضا في مراكز للتواصل مع الخط الساخن 055-300-0101 3000-101 هذا 050، وأيضا عندك هنا 050-700-7555 050-700-7555 بالإضافة إلى مركز الاتصال اللي ذكره أبو محمد اللي هو 814-81-80014، وكلفة المعتمر الواحد 1800 درهم. بعض الرسائل هنا يتني يقول لي هذا يقول الله يجزيك خير وكثر الناس اللي من امثالك، يقول ابشركم انا عندي 3 خطوط واشتركت بهم كلهم، الله يجزيك خير ان شاء الله وفي ميزان حسناتك. يقول لك انا دفعوا لي 6500 درهم فاتوره كهرباء، اللهم لك الحمد والشكر. شوف درهمكم، الله اكبر، شوف درهمكم شو سوى. هذا يقول معلش، هذا المهم هني جزاهم الله خير، هذا يعني الناس اللي مثل ما تقول استفادوا من هذا المشروع، الله يجزيكم خير. فنتمنى من الجميع ان شاء الله ان يقوم بمساعده اخواني لافادهم الى العمره. تاريخ متى ان شاء الله يا طويل العمر؟ في 19 من شهر فبراير لمده 10 ايام ان شاء الله. 19 يعني 19 2 عقب اسبوعين، عقب اسبوعين ان شاء الله. نهيب بكل الاخوان ابو محمد ان شاء الله انهم يساعدون اخوانهم مثل ما تقول الاكتمال
للمبلغ المطلوب إن شاء الله يا رب العالمين، وإفادهم إن شاء الله إلى العمرة. ودائما نذكر ونقول بأن بلد زايد هذا البلد طيب، اللهم لك الحمد والشكر. وتأسس اللهم لك الحمد والشكر على الخير زايد الحمد لله رب العالمين، بنى هذا المجد وهذا الصرح الكبير الحمد لله رب العالمين. وأيضا بالإضافة إلى الأمور الحمد لله رب العالمين اللي تحققت في الداخل، هناك أمور كثيرة تحققت في الخارج، وخاصة بما يتعلق أصبحنا الدولة الأولى المانحة الحمد لله رب العالمين للعام الخامس على التوالي، الخامس على التوالي دولة الإمارات ممثلة طبعا بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية كلها، اللهم لك الحمد والشكر. أبو محمد نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله في كل مشاريعكم يا رب العالمين. ولكن صدق أنا معجب جدا 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 في فكرة الدرهم، وأيضا والله يعني مثل ما تقول يعني وشفت الحجم هذا الدرهم شو يسوي، يعني ما كنت أتوقع أن الدرهم هذا الدرهم واحد الله. شوف شو يسوي. فأنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أبو محمد، الله إن شاء الله ينولكم كل مقاصدكم إن شاء الله، ودائما دائما يعينكم على عمل خير إن شاء الله يا رب العالمين. وأنتم سباقون الحمد لله رب العالمين لإيصال مساعدات لكل الناس، أيضا مساعدة الناس اللي ذكرت أيضا عندكم هناك الحمد لله عدة مشاريع، فكل المشاريع تصب إن شاء الله في 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 عمل الخير، وأيضا إيصال مساعدات الناس للناس المحتاجين بالفعل من خلال طبعا هو يعني ممكن أساعد الناس كلها، ولكن من خلال الجمعية هم يتحققون من كل شيء، يريحوني أنا ما أعرف، يمكن في ناس يعرفهم أنا أساعدهم، لك الباجين أنا ما أعرفهم، هم جزاهم الله خير عندهم يعرفون وين هالبلد محتاجين بير، هالبلد محتاجين مدرسة، عندهم دراسات يفودون ناس كثير، فهذه الأمور كلها الحمد لله رب العالمين هم يريحونك، اللهم أنك أنت تي وتتبرع بالمبلغ اللي عندكم، يقومون جزاهم الله خير بالواجب. الله يجزيكم خير يا ابو محمد، وعساكم دائما على القوه ان شاء الله. علي بن محمد الراشدي مدير العلاقات العامه والاعلام بجمعيه شارقه الخيريه، جزيل الشكر، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ان شاء الله. لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-551-610 والرسائل النصية القصيرة على 7009، ونرحب بكل مشاركاتكم ويا هلا وسهلا فيكم. هني يقول لك يا طويل العمر زين، لا ما يقول لك هني مع الرسائل، الله يطول لي أعماركم، رسائلكم كلها على عيني ورأسي، ولكن في رسائل ما أقدر أقرأها ما تخص الوادم هي. يعني المهم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك؟ بعد أنت مرة ثانية صليت؟ ألو، السلام عليكم. السلام عليك، صليت؟ صليت على النبي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه. ادعيت في صلاتك ان الله يهديك ويهدينا جميعا. والله انا ادعي في شيء يمكن ما كنت سمعته، انا ادعي لكل شخص عيني رأته او اذني سمعته. جزاك الله خير، هذا المطلوب. ادعي لكل شخص عيني رأته او اذني سمعته. زين، جزاك الله خير، طويل العمر. وادعي لامواتي واموات المسلمين. امين يا رب العالمين. يعني طويل العمر، شوف. تفضل. انا مثل ما ذكرت لك حبيبي، لازم إذا تكلمنا طويل عمر نتكلم بعقل، ولازم نحكم العقل في كل مواقفنا وفي كل قراراتنا اللي بنتخذها سواء بالكلام أو بالفعل يا طويل عمر، ودائما لازم نكون يا طويل العمر قدوة. الآن أنت منو قدوتك في هالبلد؟ قدوتي زايد. قدوتك زايد، يعني قدوتك زايد. شد يوم من الأيام يا طويل عمر سمعت زايد فتن على حد؟ لا. شت سمعت يوم من الأيام زايد تكلم تهجم على حد؟ لا زايد ولا أولاده. ليش؟ محمد بن زايد في موقف نحن ما ننسى له، وفي مواقف كثيرة، بس أنا بقول لك واحد من المواقف. محمد بن زايد كان في الميلس يالس، الله يحفظه يا ربي وخليه، كان يالس في الميلس في قصر البحر، تعرف يعني وايدين ما يرضون في محمد، كلنا ما نرضى بمحمد بن زايد نحن، صح ولا لا؟ ابدا ما نرضى فيه، ابدا ما نرضى فيه. اخونا يا اخي زايد ابونا، وهذا اخونا، وما نرضى في اخونا وشيخنا وولي امرنا، ما نرضى فيه لا هو ولا الشيخ خليفه ولا محمد بن راشد، ما نرضى في اي واحد منهم. زين،
حد مثل ولا نرضى حتى في العامية إخواننا الإماراتيين ما نرضى فيهم. الحين أنا ما أرضى فيك وأنت ما ترضى فيه وكل واحد ما يرضى في الثاني، صح ولا لا؟ لأن كل الإخوان عايشين في بلد واحد الحمد لله رب العالمين. يود يا طويل العمر قالوا لي بالنسبة للصحافة القطرية في فيهم غيرة وفيهم فيهم يعني مثل ما تقول شالتنهم الحمية وشالتنهم النخوة، زعلانين إن هذي اللي يتكلمون عن محمد بن زايد ويتكلمون عن الإمارات. قال لهم بي خلوهم زين، خلوهم. شو قال؟ سمعناه كلنا. قال تميم أخوي زين، تميم أخوي وهاي الأخوان وهاي بلدنا. شوف لين وين هذه كلها 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 رسائل اللي يبغون يوصلونا إياها يا طويل العمر عشان إحنا نستوعب هذه الأمور. فيا طويل العمر كل الأمور ما تتخذ بعلي على عيني وراسي. نحب المنتخب ونحب إن بلدنا يعني تتحقق مثل ما تقول فوز في كل المجالات، ولكن يا طويل العمر الإخفاق مو بنهاية الدنيا. إن إحنا طلعنا من كأس آسيا ما انتهت الأمور الحمد لله رب العالمين ولا انتهت. وليش ما يكون الشخص المناسب في المكان المناسب؟ ما عليش الشخص المناسب في المكان المناسب، شو بالعقل شوي شوي بالراحة. الشخص المناسب في المكان المناسب بالصريخ ما يستوي، بارك الله فيك. عمر الصريخ ما يفايد. العرب من استوى يصارخون، من استوى العرب في كل خطاباتهم يصارخون وتامين وراء. ليش؟ لأنهم يصارخون ما يشتغلون. فأنت دائما يوم تبغي تسوي إنجاز يا طويل العمر سوي إنجاز بعمل ما بالكلام. فما قلت لك أنا كلهم هاي اللي تشوفهم الآن يطلعون يرمسون يقولون بنسوي، لا يسوي لك يقول لك شوف شو سوينا. أنت تباهي الناس بالأشياء اللي سويتها يا طويل العمر، ما نباهي الناس بالكلام الحين يا طويل العمر. فدائما يا طويل العمر كل الأمور تأخذ بالعقل. هذا هاي حقبة من الزمن يقول يا طويل العمر الحمد لله مرحلة عدت، إنه صار في أنت في 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 إخفاق. كل حد ينسب الإخفاق لشخص معين. ما أقدر أنا أقول لك والله المدرب غلطان ولا الاتحاد غلطان ولا اللعيبة غلطانين. خالي هذه لعيبتنا اللي موجودين. المدرب إذا بيدرب وين يجيب لعيبة؟ هاي اللعيبة الموجودين شو سويبهم؟ ينزل الملعب يلعب. هل عندي اقتراح بسيط. هل نقول والله والله تتكلموا وايدين والله ودوهم سوونهم؟ لا انا اقول لا 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 انا اقول انا عندي اقتراح واحد. اي زين الاقتراح انه يجب ان عندنا ثلاث مجالس رياضيه اللي هي مجلس ابو ظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي ومجلس الشارجه الرياضي. زين هذول كلهم كانوا مسؤولين يوما ما في ان يتموا بالاتحاد. نعم زين ليش ما يصير تشاور معاهم ونقعد على طاوله واحده؟ زين ويصير وكل واحد يكمل الثاني. زين وربك انه بيوفقنا وربك ان شاء الله يحطولنا واحد مثل الطائر، يحطولنا واحد مثل ضاحي خلفان ويعطوا على والله اقول لك لو ضاحي خلفان اقول لك شغله. اسمعني بعد شهور بس ست شهور اكون ياك صادق كل اللي قلتهم هايله على عيني وراسي سواء ضاحي خلفان ولا طاير ولا أي واحد من الإمارات. ولكن والله العظيم لو واحد من هاي لدار زين وصار إخفاق الكل بنرجع نطالب بإقالتي. لا تقول لي لا يا أخي، لا تقول لي لا، بارك الله بك معلش. لا تقول أنا قلت لك إذا صار إذا صار إخفاق بنطالب. معلش بقول لك شغلة، إذا صار إخفاق في المنتخب زين بنطالب بنقول لهم طلعوا فلان وطلعوا. ما الأمور يا طويل العمر بالطريقة هذه ما تسوي. شوي شوي إن شاء الله شوي 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 كل الإنجازات هاي اللي تحققت ترى ما بسيطة يا طويل العمر، إنجازات حقيقية. الحين حم أبو علي الحين في 50 الحين 64 سنة ما عليه بنصبر بعد شو اللي بيصير. ما عليه يا طويل العمر ما عليه ترى أقولك الحين إنجازنا يا طويل العمر ما في الكورة. لا ما نربط إنجازاتنا في الكورة. نحن فرحانين الحين في الإمارات يا طويل العمر. أمس ما صار إنجازنا بالخيول، أمس ما صار إنجازنا بالخيول. ها ما فرحانين عمي فرحانين وعلي أبوي سيدي. نحن في الإمارات الحمد لله انجزنا خلال يعني هذه المسيره اللي نحن فيها وتنميه زين ما كملنا 50 سنه الحمد لله رب العالمين الحمد لله. زين سوينا علاقات دوليه يا طويل العمر، سوينا سمعه عالميه، سوينا مؤسسات يا طويل العمر حكوميه واهليه. زين ضربنا جذور في المجتمع الله يطول لي عمرك وخليك. يعني في هناك عندنا ترشيخ للقيام، في عندنا وطنيه، في عندنا عطاء، في عندنا تسامح، في عندنا مثل ما تقول انفتاح، في عندنا تلاحم داخلي. زين وظفنا المال هني جزاك الله خير يا ابو علي للاستثمار فيه والحمد لله سوينا اشياء وايد. زين بنينا دوله يا طويل العمر.
بنينا دولة يحترمها العالم كله، يحترمها القاسي والداني يا طويل العمر. زين في 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 ناس الحمد لله رب العالمين يتمتعون بالمعرفة، اللهم لك الحمد والشكر. عندنا مؤسسات، عندنا أمور كثير يا أبو علي، عندنا أمور كثير، فتحنا على العالم، عشنا في وئام، عشنا في تسامح، الحمد لله رب العالمين. زين هذا الكلام، عندنا دولة يا طويل العمر، عندنا دولة متمثلة. بس في هذه في الكرة بس. زين لا عمي، نحن نجحنا عمي، نحن نجحنا في أشياء فشل فيها الكثيرين الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. ناس عندهم ثروات وعندهم كل شيء، فشلوا في الأشياء اللي نحن حققناها، فنحن ما نربط يا طويل العمر يعني إخفاقنا أو إخفاق في الكرة نربطها إلا بأمور كثير. لا بالعكس يا طويل العمر، في أمور وايد تقول لي نحن نصيح. لا نحن، أنا قلت لك أبو علي، نحن رجال، نحن في المعارك ونصيح. صوت الرصاص والمدال دود، حكم ربعك في ميدان القتال، الإماراتيين في ميدان القتال، تعرف شو ما يصير. عمي أنا راحوا في ميدان القتال، عمي راحوا بلاد خالتي. اسمعني بقول لك شغله، ما صاحوا بالعكس، فرحت ما صاحوا عندوك. انا اقول لك اللي في ميدان القتال هم موجودين في ميدان المعركه، ما يصيحون، بالعكس والله انهم مثل ما تقول يردون للموت، روح مساري للموت. ما نحن تصيحنا كوره بارك الله. نحن الكوره يا ابو علي، نحن ليش نحن لازم نحن الكوره يلعبوها، ما نخليها تلعبنا، نحن ما نستوي تافهين ونخلي الكوره تلعب ابنا يا طويل العمر. الكوره هاي نحن نشوتها، ما نخلي الكوره تشوتنا، لازم نحكم العقل وتكون عندنا رجاحة عقل، ونكون نحن قدوة للصغار. إذا أنت وأنا الكبار قلنا أنا والاتحاد الكورة وأنا بسوي وأنا أصيح، باكر الصغارية كله بدل أخ عيب، أخ ريال يصيح وقسرانين في كورة، أخ لا والله أخ قسما بالله. ما ربونا كذي، نحن ربونا ريايل، ما يصيحنا إلا شديد، حتى الشديد القوي ما يصيحنا رجال. هاي ما بخرج تقولي لا لا والله، إذا صحنا في الكورة بخبرك اسمعني، إذا صحنا في الكورة والله ما يتمع، ما حد يقول علينا تف، اقسم بالله العظيم. نحن زايد ما ربانا عشان صيحنا كورة، بارك الله فيك، نحن المفروض ما نصيح نحن رجال. شو صيحنا كورة؟ عيب أنا ريال، عيب شو بخبرك بقولك شغلة، قسما بالله يطلبون عندنا ناس ما حيتفل عليهم إذا أصبحنا نصيح في الملعب يسب الكورة، اقسم بالله العظيم، اقسم لك بالله ان اذا نحن ربينا عيالنا الان، ربينا الجيل القادم ان مصيحون، نعم. لا والله ما يسوون ريايل، اقسم بالله العظيم ما يسوون ريايل ولا يفلحون فيها الكبر، عيب. نحن اذا ربينا ريايل ربيهم على 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 العزه وعلى الكرامه وعلى رفع الراس يا طويل العمر. الانجازات اللي تحققت ابو علي كوره، شو الكوره لا صارت ولا يد، الله لا ترجعها، اقسم بالله العظيم الله لا ترجع الكوره اذا بتخلي عيالنا ينتحرون ولا يسيحون ولا هذا. لا يا عمي، ولا تقول لي بس يحرق فلان بغاز وبحرق فلان تيزاب، لا يا بارك الله بيك، لا تعقل، مطلوب منا الان العقل يا طويل العمر. نحن بلد محد بلد الان، هذا اللي صاير في هالبلد ما صار في اي مكان. قلت لك نحن حققنا منجز خلال 50 عام، والله دول بفلوسها وبملياراتها ودنيا والله ما حققت جزء بسيط مني يا طويل العمر. فدائما صحيح. انا اقول لك ابو علي، الكوره يلعبوها، انت اذا استويت بلد تلعبك الكوره نفات، اقسم بالله العظيم اذا بلدنا استوت الكوره تلعبها والله انفدت بلدنا وعليها السلام. نحن لازم نكون يا طويل العمر نحن نلعب الكوره، ما بالكرة تلعب ابنه، فما نخلي الكرة تلعب عقولنا يا طويل العمر، وما نخلي الكرة أيضا تأثر على سلوكياتنا وسلوكيات أبنائنا. نحن رجال نربي عيالنا على العز وعلى الكرامة وعلى الفخر يا طويل العمر بالإنجازات كلها. ربينا يا هال يطلعون في التلفزيون كل واحد يصيح وكل واحد طايح، وهاي التركندورتي استوينا نلطم، لا بارك الله فيك، هكم لي يلطمون بلادهم، تأخرت مليون سنة صارت ورا، في ناس يلطمون ما بأذكر أسماءنا، زين يلطمون ويضربون عمارة ويشقون ثيابهم، حكم يا طويل العمر. اللطم هذا بي، نحن رجال في إنجازات. أنا إذا 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 صار إخفاق واحد في الكرة، أنا عندي مليون إنجاز. شو الإنجازات بالنسبة للإخفاق في الكرة؟ ولا شيء. حط ميزان أنت وحسبه، شوف الأشياء اللي تحققت وشوف الإنجاز في الكرة. قلت لك الله لا ترجع، والله لو أنا بعد ما بقول لو ما نلعب كرة بعد بنفتك، إيش سوي بيننا حزازيات؟ حتى في البلد الواحد الآن، أنت في البلد الواحد مسوي بيننا حزازيات الكوره، مسويها يا طويل العمر عشان تالف بيننا، ما مسويها عشان تفرق بيننا وعشان حزازيات، وهذا يقول كلمه وهذا يقول كلمه وانا اقول كلمه، لا يا طويل العمر. المفروض ان احنا نربي عيالنا هنا في الامارات الان، انا وانت والثاني والثالث اقول حق ولدي تعال ابوي لا تصيح الكوره ولا تعصب، لا تعصب ولا تصيح الكوره، طويل العمر شوف الانجازات اللي تحققت، شوف الانجازات، تقول حق ولد كل الانجازات اللي حققت، قول لي تحققت ولدي الحمد لله ربيتك وقاوي الحين. آه
الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. والله لو ربيت اني يصيح في الملعب والله ما يطلع ناطور عند باب القاضي، اقسم بالله العظيم. قاضي وشرعي بعد قاضي. زين اقول لك ترى انت لو ربيت اني يصيح وديته وياك الملعب وصحت انت وصاحي وطريت ثيابك ناطور عند باب المحكمه ما بيحطونه، لان احنا نربي عيالنا على الصبر وعلى الجلد وعلى كل شيء، مربيهم يا طويل العمر انهم يصيحون اخلى ما بتربيه رياييل. اقول لك يا مع احترامي للجميع والله العظيم. فنحن الان من اليوم ساير انا انصح نفسي وانصح كل واحد انك تربي عيالك وتقول له ابوي لا تصيح، اذا فاز المنتخب فاز المنتخب، انا بفاز خسر المنتخب ولا خسر نادي اللي اشجعه بطر ثيابي وبصيح شو استوى في الدنيا. لا يا طويل العمر انا بقول لك تغيير خلي الكوره مع التغيير يصير. شو التغيير يصير ابو علي وعلي حبيبي وعلي وعلي التغيير. شوف التغيير دائما بقول لك شغله، الامارات يا طويل او كل او كل شيء في الامارات يا طويل العمر مثل الحصاه. تعال انت ابو علي الحين تمشي في الشارع ابو علي انت، بعطيك مثال بسيط زين، وفي كنكري صغيرونه في الشارع وشتته ما بتطير بتصير عنك بعيد، بتعور كريولك ما بتعور كريولك، شايت كنكري حصلت حصاه عود صمانه عود 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 شتته شو بيصير؟ ما بتعور كريولك، بتعور كريولك وما بتحرك الحصاه. فالامارات يا طويل العمر بلد راسخ وثابت، فنحن اذا جينا يا طويل العمر وفي كل شيء على هواء الناس غير فلان وغير فلان وكل يوم بنستوي كل يوم ما لنا راي بنستوي كل يوم، واذا نزلنا يا طويل العمر عند رغبه الجمهور على عيني وراسي كل حد فاهم الان كلنا صار كلنا استوينا مدربين وكلنا استوينا رؤساء اتحاد كره وكلنا استوينا وكلنا استوينا مدراء منتخب وكلنا استوينا لعيبه. انت الان اللعيب في الملعب هذا حمار لو نزل راسي كم سر انت ونزل راسك كان دخلت في الجول، هذا حمار شاته في ايد الحارس يا جماعة الخير. ترى انت مبدأ حين شوف الحين الحين نوظف عمارنا لعيبة ونوظف عمارنا حكام. فدائما انت في الحياة ابو علي لازم يكون انا وانت والثاني والثالث في شغلة واحدة بقولك يا اخيرا، كون في الحياة يا ابو علي ايوه كلاعب، لا تكون كحكم تبحث عن اخطاء الاخرين بتتعب، كون كلاعب بتعيش مرتاح يا سيدي. اتمنى لك التوفيق والصحة والسلام والعافية، وأتمنى منك أنك أنت أتمنى منك أنت تهدي أعصابك وما تخلي أنا عندي أعصابي ولكن أتمنى التغيير التغيير بالحكي على قولة اللبنانيين ما يصير كل شيء بالعقل عمي بالعقل. بو علي بو علي بو علي بو علي عندك قيادة حكيمة عنده رؤية يا طويل العمر والنعم بالقيادة الحكيمة عنده استشراف عنده استشراف للمستقبل، وعندنا أولياء أمور يا طويل العمر يعرفون شو يسوون ومن خلال شو من خلال مساعدتنا نحن. نحن الآن نعيش في بلد الحمد لله رب العالمين متكاتفين متعاضدين. أنا عمت يوم الجمعة مودع أخوي رايح اليمن على عين وراسي ما أقول لك لا أنا والنعم فيك وفي أخوك، ولكن يا طويل العمر ودعنا وأنا أضحك ونحن نقول يا طويل العمر عمي مات وأنا أضحك. نحن نقول يا طويل العمر هذه بلادنا والتغيير إن شاء الله شو في مصلحة البلد بيسوونه ما بيتوانون عنه وما بيتأخرون عنه. الله يطول عمره. ما بيتأخرون. ما بيتأخرون عن كل شيء. كل ما أقولكم أنا آسف آسف آسف. والحين ننظر طويل عمره. ما أدش. الحين يمكن ننظر للمنظور ضيق هم ينظرون. من حرقاني على قلب. الحين عمي بس أنا قلت لك وعلي ما يصير بالطريقة هاي ما بنوصل ما بننجح بالطريقة هذه ما بن والله ما بننجح ما بننجح إذا وقفنا ونصيح عند البيبان والله ما ننجح. نجتهد ونعمل. وبيتحقق كل شيء إن شاء الله، كل شيء يبغي جهد ويبغي عمل، بيتحقق كل شيء إن شاء الله. والله العظيم يا جماعة الخير إن الآن 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 الدولة اللي صارت والإنجازات هاي كلها تحققت ما تحققت من فراغ. زايد الله يغفر له ويرحمه تعب والله إن تعب وبذل بذل خلي المال بذل جهد كبير 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 الحمد لله رب العالمين لله أن تحقق وصبر وتنازل عن أمور تنازل عن أمور كثيرة تنازلات يجب أن نقد لازم تكون في تنازلات يا أبو علي إذا ما تنازلت ما تنجح. لازم في تنازلات يا ابو علي لازم عشان تنجح في الحياه لازم تتنازل يا طويل العمر عشان تحقق مجد لازم في تنازلات يا طويل العمر. بعض الخساره في بعض الامور يا طويل العمر انتصار والله العظيم خساره في بعض الامور انتصار ورب ضاره النافعه ما نقول لك الله باسمه. فهاي الامور دائما 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 تتخذ شوي شوي بالتي هي احسن بالعقل. ليش قال لك العقل زينه؟ العقل زينه يا ابو علي فدائما الواحد يحكم عقله في كل شيء ما نخلي الصغار الأمور أو تفاهات الأمور نسي مثلها. قلت لك دائما نحن ما نبغي الكرة تلعب ابنه مثل بعض الدول نحن نبغي نحن نلعب بالكرة ما الكرة تلعب ابنه. إزاك الله خير يا سيدي
وانا اسف جدا. السلام. معليش يا مال لعم. واذا كان انا اخطات في كلام ولا شيء اسمحوا لي. يا حبيبي على عيني وراسي. كل واحد كل واحد واللي مستمعين على عيني وراسي. كل واحد يخطي كل واحد يخطي وخير وخير الخطا والتواضع. الله يطول عمرك. التغيير بيصير بالطريقه الاجمل والافضل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب. السلام. الله يطول عمرك. يا هلا وسهلا فيك. بلدنا وقلبنا عليها وتهمنا بلدنا، ولكن هنقول يا طالب التغيير، طالب التغيير بالشيء العقلاني، مو طالب التغيير بالصياح وشلوا فلان وحطوا فلان والله يغرب الفلان ليش وبحرق فلان وبسوي فلان. ما يشتغل بالطريقة هاي، أقسم بالله والله ما ننجح، ما ننجح إذا اتبعنا هذا الأسلوب. يجب أن نتبع أسلوب الله يغفر لك يرحمك. يعطونا دروس كل يوم، والله يعطونا دروس كل يوم، المفروض أننا نستفيد من هذه الدروس. أنتوا شفتوا واحد من شيوخكم هاي؟ لا شفتوا واحد طلع صرخ يوم واحد مثل باجين، حط له ميكروفون بإمكانه يحط له مليون ميكروفون ويطلع ويزعج لهم ويقول ما شت سمعنا؟ قال الحمد لله رب العالمين. دائما إذا تكلموا يتكلمون عن شيء تحقق، عن إنجاز الحمد لله رب العالمين، عن مكتسبات. هذا ما تعودنا عليه، ما عودونا أن نحن تلعبنا تفاهات الأمور. خسرنا عسب الكورة نصير نصيح أي ورا باكر ثاني. والله عقب إذا نحن استمرينا على الحال مثل هو عليه، عقب سنتين بتلقى بتشتي مباراة تلقى الأسعاف الوطني والدنيا كلها شالين لعيب بالست يشلونهم، ما باللعيب يشلونهم على نفسهم. حر يا عيل، ما نخلي هالأمور تلعبنا. أوكي الواحد بعد ما بنادم يعصب كذي، ولكن دائما بالتي هي وحسن بالركادة. فأنا آسف جدا أن يمكن طولت عليكم، يمكن والله إني ما أتفلسف، ولكن هذا 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 في داخلي، أقسم بالله العظيم هذا في داخلي، وهذه رسالة يمكن وأبغى أوصلها أوصل لعيالي. أنا أول والله أمس سويت تليفون، ولدي كان في المباراة، سويت التليفون. شو هذا؟ قلت له معلش حبيبي معلش يا أبو علينا، أقول حد استوى بشيء؟ قال لا. قلت له الحمد لله بلادنا بخير؟ قال هنا. قلت له خلاص الحمد لله مدام بلادنا بخير نحن بخير، ما في حرب الحمد لله رب العالمين. أنتوا لا تأخذون الكورة على أساس أنها حرب مثل غيركم، هيلاك ما فيهم مخ، والله العظيم هيلاك ماخذين الكورة أساس أنه مثل حرب بيننا وبينهم. لا هي ما بحرب، هذه كورة وانتصرتوا فيها، حلال عليكم حلال عليكم، والله فرحانين لكم، أقسم بالله العظيم فرحانين لكم، تستاهلون بالعافية عليكم. ولكن احنا نقول هذه ما بحرب، هذه كرة قدم، ونحن الحمد لله ما خسرنا شيء أبدا أبدا، والله ما خسرنا شيء الحمد لله رب العالمين. بالعكس نحن إنجاز تحقق لنا هذه دورة آسيا، دورة لا 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 لا. هاي الدورة اللي صارت عندنا، بالعكس هذا إنجاز يحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن نفخر في كلنا. خسرنا في الكورة ولكن ربحنا في تنظيم هذا الحدث الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر. الكل أشاد بالتنظيم، أشاد بالاستقبال، أشاد بحسن الضيافة الحمد لله رب العالمين. الكل الكل الحمد لله رب العالمين، من الاتحاد الأسيوي الحمد لله رئيس الاتحاد الأسيوي اللهم لك الحمد والشكر، كلهم أشادوا بدولة الإمارات. حتى الناس اللي هذه الناس الناس اللي أنتوا تقولون والله غايضون يوم فازوا في قنواتهم، مع أنهم يعني دائما يتكلمون عنا بالسلب، ولكن في قنواتهم أجبرناهم، أقسم بالله العظيم أننا أجبرناهم. أجبرناهم شو؟ أجبرناهم بواقع، ما أجبرناهم بالكلام ولا صرنا أعطينا فلان ولا رشينا فلان، لا أجبرناهم، أجبرناهم بالفعل اللي نحن سويناه. هي ما يقدروا يغطون، ما يقدروا يغطون الشمس، هذه الشمس ما تقدر تقول هاي ما بشمس أو تغطيها بمنخار، ما تروم. الانجازات اللي تحققت والاشياء اللي شافوها في الامارات خلتهم يطلعون في القنوات، هاي القنوات اللي ما يدانونها والقنوات اللي دائما يتكلمون عنها بالسلب، زين اطلعوا اشادوا بالاشياء والانجازات اللي تحققت في الامارات من خلال هذه الدوره ولا امور كثيره. فهذا هذا بحد ذاته انجاز، انك انت واحد يعني ما يحب لك الخير ويطلع يتكلم عنك بالسلب كله، يطلع في محطه من محطاته وغصبا عن اللي يوجهونه ما يبون يتكلم الكلام هذا، بس ما يقدر ما يقدر، وهم يأيدونه بعد، حتى اللي يدير دفة الحوار المذيع قال له نعم، ما قدر يقول لا، لأنه إذا قال لا بيقول لا أخي ما بلا صح هذا كلامك، يعني كل حد شايفني. فهذا اللي يتحقق يجب أن نفتخر بهذا الإنجاز اللي يتحقق، ما نصيح بسبب نحن طلعنا من الكورة، بالعكس أحسن تنظيم وأحلى تنظيم وأحلى استقبال. حتى الفريق القطري، الفريق القطري الحمد لله رب العالمين ولا تعرض لأي إساءة، يمكن كان واحد من الناس اللي يعني صغارية والله صغارية وما بعقلاء بعد، ما يمثلوننا، كل واحد يمثل نفسه، يمكن واحد فر وجودي حرقتهم ترى هذا هاي ما، لكن هاي تصير في الملاعب كلها، في الدوري عندنا احنا ربعنا بيننا وبين بعض، تصير في الدوري يفرون هذا ويفرون عادي، ما هاي الامور تصير في الكوره في كل مكان في العالم.
ولكن حد مد ايده على لاعب من اللاعبين القطريين لا بالعكس والله ولا قالوا لا لعيبتنا في المنتخب يوم الجابله وياهم مثلا صار بينه وبينهم احتكاك الحمد لله رب العالمين ولا في الشارع ياهم واحد مشوا في الشارع من 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 ابو ظبي لين الباطنه مشوا سيارات سيارين لين سلطنة عمان ما تعرض لهم واحد فر البص باي شيء في منتخبات تيها لبلادهم يضربونهم زين ولا حد قال لهم شيء بالعكس رحبوا فيهم ودعوهم بمثل ما استقبلوا به بالكرم وبالترحاب وبالحب هذا ضيوف عندنا دائما هذه الامارات هذه انجازات الامارات فهالامارات او الانجاز اللي تحقق الامارات عوضنا عن خسائر الكره هاي كلها او عوضنا عن الخساره في هالدوره في هالدوره عفوا يجب ان نرفع راسنا نحن كابناء زايد زين واخوان وابناء خليفه زين واخوان محمد بن زايد واخوانه وشيوخنا الكرام ان نحن نفتخر بهذا الانجاز اللي تحقق على ارض دوله الامارات اتمنى لكم الخير والصحه والسلام والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.